مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء. إذا كانت هناك من آفة اجتماعية يتحقق حولها إجماع في الرأي العام، فهي بلا شك آفة حوادث السير التي وصلت في بلادنا إلى مستوى لا يطاق، معدل 10 قتيل يوميا وضحايا بالآلاف، ومن هنا هذه التسمية الواقعية حرب الطرق. أمام هذه الحصيلة ماذا تعمل الدولة؟ كيف يتعامل المهنيون؟ وهل حققت الترسانة القانونية نتائج ملموسة؟ أسئلة وغيرها نطرحها على هامش اليوم الوطني للسلامة الطرقية مع ضيوفنا الكرام. لكن قبل ذلك ارتسامات المواطنين حول هذا الموضوع استقاها الزميل سعيد غنام بكاميرا البشير رشاد. بالنسبة لي كنخدم في الدومين ديال سائق طاكسي كرون طاكسي، كاينين عوامل. كاين اول حاجه كتكون من البنيه التحتيه ديال طبع الطرقات، سيرتوش في الاحياء الشعبيه اللي كتدخل مثلا الحي الشعبي كتلقى الطريق محفره، كتلقى يعني بالنسبه للراجلين حتى هما ما تيحتارموش. كاين اللي تتكلاكسون على المسير تستعمل تعير المنبه تيهز عليك يدو. بالمساله عاوتاني كاين عاوتاني بعض السائقين المتهورين، وهذه كنلاحظوا انا بالنسبه لي السائق طاكسي بالنسبه ليا بالليل مورا 9 الليل كيخرجوا المتهورين، المتهورين تنقولها المتهورين، ما تيعرفش اشنو عنده اشنو اللي ليه واشنو اللي عليه. غالبا الاسباب الرئيسيه لحوادث السير كتكون عامل بشري. كاين واحد البورسونتاج نون نيجليجابل ديال الحاله الميكانيكيه ديال السياره اللي هو تقريبا في 30%، وتا هو دور اساسي والمواطنين خاصهم يتاخذوا منه الحذر الكبير لتفادي حوادث السير. خاص لابد تزرع السلوك الطرقي عند سورتو عند الاطفال باش كيتربى عليه من الصغر ديالو، ما كتجيش شي حاجه جديده ملي كيكبر. من بين الاسباب اللي تتادي لحوادث السير اولا هي الحاله الميكانيكيه والعامه ديال السياره. ثاني حاجه هي السلوكات ديال الافراد، يعني كاين السياقه المتهوره، عدم المبالاه، عدم احترام علامات الوقوف على الضوء الاحمر، الخط المتصل، التجاوز في اماكن غير مسموح بها، وبزاف ديال الاشياء مع هذه الاشياء مع هذه المساله. بالاضافه حتى التربيه اللي مثلا نعطيوها للاطفال ديالنا والشباب ديالنا، ما تندرسوهمش من الصغر ديالهم على شنو هما العلامات الوقوف، كيفاش خصنا نحترموا زعما قواعد السير، وكذلك مجموعه الاشياء. الاسباب كثيره ومتعدده، شاءت الظروف او حسب العاده المتجاري عليها هو انه فرقوها وما الى ثلاثه، من طبيعه العنصر البشري، البنية التحتية، وزادوا عليها السرعة وزادوا عليها إلى آخره. ولكن خصنا نشوفوا حتى بعض العوامل الأخرى، مثل العوامل أنا تنقول لك وهو تعليم السياقة. تعليم السياقة من طبيعة كقطاع مهم اللي هو النواة الأساسية اللي من طبيعة الحال تصنع السائق، النواة الأساسية اللي تتعطي السائق المتمرس. هذا القطاع قد أهمل. كذلك هناك قطاع الغيار. قطاع الغيار ما كانش هناك واحد المراقبه من عند الدوله لهاد القطاع هذا. كنشوفوا قطاع مستورد، القطاع ديال الغيار مستورد اما من الصين او مصنعه في دول اخرى اللي ما كنعرفوهاش. مواطن ما كيعرفش كيشري، عند باله راه شاري واحد القطعه غيار اللي كتضمن ليه السلامه ديالو، ولكن مع الاسف كيكون العكس. كذلك الحاله الطرق، حاله البنيه التحتيه للطرقات وعلامات التشوير اللي ما كنلقاوهاش بزاف في المدارات وفي الطرق الخارج المدار الحضاري. الدوله المغربيه تقوم باستثمارات كبيره في هذا الميدان ديال التشوير وتتحاول انك تقوم دورها، ولكن المؤسف له في بعض الاحيان كفاعلين وطنيين في الميدان تنشوفوا بعض الافعال اللي فيها التخريب والاتلاف ديال ادوات التشوير اللي تتؤدي الى حوادث جسيمه في الارواح وفي العتاد. وتنشوفوا بان في المجال الحضاري فالتشوير مهم ومهم جدا في تنظيم السير والجولان وفي الصلمه الطرقيه، سواء
للسائقين او للراجلين. اما في المجال خارج المجال الحضاري، ارى بان الدوله تقوم باستثمارات مهمه وتتحاول انها تقوم بدورها، ولكن في بعض المناطق كاين هناك خصاص اللي تنحاولوا نتجاوزوه، وتتحاول الدوله المغربيه تتجاوزو وتتحاول انك تقوم بدورها وتتحاول ما امكن انه تسد هذا الخصاص. إذن القضية هي حوادث السير، والآراء آراء كل من السادة. محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، مرحبا بك. مرحبا سيدي عبد الرحمن. تعليق في دقيقة على ما سمعنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نود أن أحييك على الاختيار ديال الموضوع في هذا اليوم اللي هو يوم وطني، يوم 18 فبراير، واللي بالفعل تنحسوا على أنه الوسائل ديال الإعلام اللي هي جزء من التحسيس تتقوم بالدور ديالها. وايضا تنحييك على الاختيار ديال المواضيع اللي طروها الاخوان ديال الاسباب الرئيسيه، فهي مجمله ومختصره في السلوك البشري في الحاله الميكانيكيه وفي البنيه التحتيه، وان كان هناك تفاوت كبير بين هذا الثلاثي اللي تيجي في الراس طيب دو ليست هو السلوك البشري بمختلف التمظهرات ديالو والتجليات ديالو اللي عبروا عليها الاخوان، إضافة ديال بعض الإشارات الأخرى كالتعليم ديال السياقة اللي هو مفيد أيضا، وأيضا ديال القطاع ديال الغير أيضا اللي هو نتيجة من نتائج ديال عدم الاختيار ديال السلوك الحسن، بالإضافة إلى الإجابة اللي جاوبوا بعض الإخوان في هذا الروبورتاج، وهو التربية، سواء التربية في المدرسة أو التربية على السلوك منذ البداية، اللي يمكن تكون مخارج رئيسية لهذه الظاهرة. وبالتالي تنتصور على أنه بالفعل أحسنت هذا الروبورتاج، كان جامع وربما يكون في البدايه جامع ويكون الخلاصه، لانه الاساسيات ديال هذا اللقاء اللي نهضروا على السلامه الطرقيه راه جات في هذا الروبورتاج. شكرا لك. نرحب بالسيد بن ناصر بن العجول، الكاتب الدائم للجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. مساء الخير سي عبد الرحيم، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. ففعلا من هذه العينه هذه كيتبين بجلاء انه العامل البشري حاضر بقوة تقريبا في جميع التدخلات ديال المستجوبين، إلا أنه أنا ربما نزيد التدخل ديال سي عبد الرحيم هو مع العينة، ولو ربما كاين واحد التعقيب بسيط فيما يخص المؤشرات. ربما جاء كما جاء في التقديم ديالكم سي عبد الرحمن، هو أنه العكس ما جاء في التدخل ديالكم، أنه المؤشرات التي نتوفرها حاليا هي جد إيجابية بالمقارنة مع السنة الفارطة. نحن نقول أنه أي حادثة لا يجب أن تقع، ولكن لابد من تسطير أهداف وفق مؤشرات موضوعية ويعني علمية دقيقة. في هذا الإطار هذا يعني جميع المؤشرات ديال السلامة الطرقية في بلادنا التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 هي جد إيجابية، وخاصة فيما يخص عدد ديال الوفيات، بحيث تم تسجيل واحد الانخفاض ديال تقريبا يعني بالأرقام اللي ربما كيوازي واحد النسبة ديال 8%، وهو ما كيعادل تقريبا واحد الربح أو إنقاذ ديال 350 روح بشرية. وأعتقد هذا ليس مسألة مهينة ولا يجب الأسباب ديالو شنو تيعني. نرحب ايضا بالسيد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابه المغربيه لمهني النقل. شكرا سي عبد الرحمن على الاستضافه، وتحيه لجميع المشاهدين الكرام. اللي جا في الروبورتاج واثار الانتباه ديالنا بان المواطن المغربي اصبح يركز على السلوك، يعني كلمه سلوك اصبحت في التركيز ديال المواطن، بان العنصر البشري او السلوك ديال السائق هو اللي من المسببات الرئيسيه ديال حوادث السير. وكذلك الإحصائيات يعني كتبين بأن السلوك، كذلك تم الإشارة إلى الحالة الميكانيكية في 2 و3 ديال التدخلات ديال العربات، إضافة إلى تعليم السياقة، يعني المنهجية ديال تعليم السياقة وديال كيفية التعامل السائق مع المركبة والظروف اللي المحيطة بها، وكذلك يعني السياقة، أنواع السياقات اللي غنتكلموا عليها إن شاء الله في البرنامج. شكرا لك. نرحب ايضا بالسيد حميد زهر، ممثل جامعه النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. شكرا استاذ عمان، شكرا على الاستضافه. ثانيا اللي بغيت نقول بان الروبورتاج اللي كيبان الروبورتاج هو انه المواطنين يعني يصبحوا ملمين بقواعد السير تقريبا، يعني الكل كيعطي التفسيرات ديالو، كيعطي شنو هما المشاكل وشنو هما يعني المسائل اللي كتسبب في حوادث السير. حبذا ولو كان كل المواطنين كيف ما كيتكلموا كيسيروا على الطريق وتكون يعني النتيجه افضل ما هي عليه اليوم. كيف ما قلنا اليوم وكما جاء به السي بوالعجول، هو انه يوم خصنا نحتفلوا به، لانه هذا يوم وطني، يوم وطني جاب
بعد يعني واحد يعني صاحب جلالة محمد السادس نصره الله، واللي كان بعد ما تفاحل ثلاث يعني المشاكل ديال حوادث السير، وكان واحد الوقت دار واحد الاجتماع بجميع المهتمين يعني في 2010 كنظن. وهذه وثانيا كنقول هذه اول هذه ثاني مره باش يمكننا وصلنا لواحد التقليص ديال عدد حوادث السير ولا عدد القتلى. كانت مره في 97 على ما اذكر ولا 94، وهذه هي المره الثانيه. المهم هو الان ماشي هو اننا وصلنا، ولكن هو اننا نستمروا ونبقاو غادي في هذه المنحه ديال النقصان ديال حوادث السير وعدد القتلى. شكرا. نبداو بك السيد الوزير، وبدايه كيفاش يعني كيف تنظر الحكومه لهذا المشكل ديال افه حوادث السير؟ يعني احنا في البرنامج كل تتناول بزاف ديال المواضيع، بزاف ديال المشاكل المجتمعيه. هاد حوادث السير كيف ينظر اليها داخل الحكومه؟ هل الامكانيات المسنوده او المتواجده يعني في مستوى هذه الافه الخطيره؟ نعم، شك انه باش ناطروا الموضوع من خلال المعطيات اللي بالفعل خصنا يكون عليها توافق، لان معطيات اللي هي الان متوفره في اواخر 2013 كما تفضل السي بولعجيو تحدث. الان خلال العشرات السنوات الاخيره الحمد لله تنستطع اننا نحولوا ذاك المنحنى التصاعدي ديال هذا الشيء اللي سميتيه انت حرب الطرق، واللي ممكن بالفعل نسميوها حرب الطرق، باعتبار انه الان استطعنا نقلصوا من العدد ديال الحوادث المميته بحوالي 8%، ومن العدد ديال القتلى ايضا حوالي ايضا 8%، بمعنى النسبه ديال 350 نفس بشريه اللي الحمد لله ما كانش قياسا الى السنه اللي مضات، وايضا حتى الحاله ديال المعطوبين اللي هما كبار اللي نزلنا على السقف ديال 11000 معطوب، واللي ايضا حتى هو في حدود ناقص 7%. هاد المؤشرات ديال ناقص 7 ناقص 8 في ظل متوازي هو انه العدد ديال المركبات خلال هذا 2013 ارتفع بحوالي 6-7%، لكن رغم ذلك تيبقى هذا الرقم، وهذا اللي تيعطينا نفس. نعم. باش نجاوبك في الشق الاول على انه بالفعل هي كاين امكانيه حقيقيه لو تعاطينا. نعم. مع الاشكاليه برمتها بطريقه مندمجه يمكن تكون عندنا نتائج ايجابيه. واش هذا المبتغى؟ اكيد ماشي هو هذا المبتغى، لانه حنا نحرص سواء في الحكومه ولا نظن جميع الفاعلين على انه احياء واحد النفس البشريه فكانما احيا الناس جميعا، فاذا هذا هو المبتغى. عندنا الان معطيات اللي هي متوسط ديال العالم، الدول المشابهه في عدد السكان وعدد المركبات، تعطينا واحد العدد اللي هو يمكن نقلصوا ب 1500 روح بشريه خلال المراحل المقبله، وهذا هو الهدف ديالنا اللي وضعته الحكومه مع مختلف الفاعلين، واننا نوصلوا باش نقلصوا هذا الاشكال لهذا المستوى. الان الا جينا ندخلوا في التفاصيل ديال هذا الموضوع غنشوفوا انه هناك اشكاليات حقيقيه اللي خصنا نوعوا بها. حوادث السير ماشي واحد تيدير كسيده وواحد تيموت وواحد تيهزوه معطوب، وانما هي الصيروره ديال المجتمع اللي كلشي تيولي معني بها. الان تنتحدثوا على تقديرات ديال التكلفه اقتصاديه ماشي اجتماعيه، تكلفه اقتصاديه في حدود واحد 11 ولا 12 مليار درهم اللي تتمثلنا 1.231% من الناتج الداخلي الخام. تنتحدثوا ايضا من الناحيه الاجتماعيه على اكثر من 100,000 اللي هو معني بالحوادث سواء اصابات خفيفه ولا معطوبين ولا حوادث قتل. وتنقولوا ايضا بانه الاشكالات الان اللي معروضه هو ان هناك مستويات اللي خصنا نتعاملوا معها في هذا الاطار. الحوادث 62% ديال القتلى تيكونوا في المكان ديال الحادثه، هادو خصهم معالجه بوحدها. واحد 20% من تنقلوهم من المكان الحادثه الى مستعجلات مباشره، في ذاك الفتره اللي يمكن طول ساعه يمكن طول 3 ولا 4 ساعات. نعم. على حساب المستعجلات 20% تتمشي تما، واحد من كل 5 اللي تيديروا الحادثه تيتوفوا غير في ذاك المرحله. نعم. وواحد 16% تقريبا تيتوفوا خلال 7 أيام اللي تتالي الحادثه، بمعنى اننا عندنا واحد 36% ديال القتلى اللي ممكن اننا لو طورنا الاداء اللي هو ديال النقل إسعاف والمستعجلات والاسعاف والتعامل معهم في القسم ديال المستعجلات يمكن نقلصوا. فاذا التعاطي مع هذه الظاهره خاصها تاخذ جميع هذه المعطيات على هذا المستوى باش يمكن نعالجوها، الاضافه الى الاشكال اللي تكلموا عليه الاخوان في الروبورتاج واللي الان نكاد نجمع عليه، هو الظاهره ديال السلوك 80%، الظاهره ديال البنيه التحتيه اللي على خلاف ما يروج ما تتعداش واحد 5-6%،
لكن الظاهره ايضا ديال الحاله الميكانيكيه سواء بالمباشر او غير المباشر اللي تتوصل 30%. اذا النقط ديال المعالجه المجتمعيه لهذ الظواهر كلها خاصها تنصب على هاد الثلاثه ديال الاماكن، وهذا اللي غتتيح لنا الفرصه على اننا نفصلهم. لما نشوفوا مع السي بوالعجول فعلا كيف قلتي صحتي المعلومات هناك انخفاض، لكن واش ما تعتقدش بانه رغم ذلك مازال هذا عدد الضحايا في المغرب يعني يثير تساؤل؟ اكيد اكيد انه كما جاء في تدخل ديال السيد الوزير انه يعني بالمقارنه مع مؤشرات دوليه بالخصوص الدول اللي عندها واحد النسبه عاليه ومتقدمه في مجال ديال السلامه الطرقيه، الهامش ديال المناوره لازال يعني مهم جدا، وممكن تقليص هذا العدد اللي كنتوفروا عليه حاليا ربما الى النصف وننزلوا تحت العتبه ديال 1300-1500 قتيل. لكن اعتقد انه القراءه الموضوعيه اللي كيمكننا نقوم بها من خلال هذه السنتين المتتاليتين هو انه حوادث السير في بلادنا ماشي مسألة اللي هي حتمية، ماشي مقدر علينا أننا نعيش هذه الآفة هذه، بل كاين هناك إمكانية للتقليص بشكل مستمر. وأعتقد اليوم سنتين متتاليتين ونحن نحقق الانخفاض بشكل متتالي، أعتقد هذه المسألة اللي هي إيجابية. كما جاء في جميع التدخلات أنه السلوك البشري يعني حاضر بواحد الشكل قوي، وبالتالي كيخصنا كيفاش نأطروا هذا السلوك. يعني الدراسات العلمية تشير إلى أن انه من اجل تاطير هذا السلوك كاين واحد المجموعه ديال المداخل. كاين المدخل الاول اللي عنده علاقه بالتوعيه والتحسيس، وهذا المساله اللي هي مهمه، لان كيمكن واحد المواطن ربما كتخرج واحد المقتضيات قانونيه جديده كيخصو يعرفها، فهنا الدور ديال الاعلام والتوعيه والتحسيس مهم جدا. كيمكن كذلك نلعبوا على واحد المجموعه ديال الروافد التواصليه، الجانب الديني، الجانب الفني، الجانب الابداعي الى غير ذلك. اذا الجانب ديال التوعيه والتحسيس مهم ومهم جدا. مدخل ثاني اعتقد هو مهم كذلك، هو اللي جاء في بعض التدخلات عنده علاقه بالبنيه التحتيه. اعتقد هناك اليوم في السياسه الحكوميه هناك استثمارات مهمه جدا سواء داخل المجال الحضري او خارج المجال الحضري، واللي كتبلغ مثلا خارج المجال الحضري واحد النسبه ديال 3 مليار ديال الدرهم من اجل يعني المعالج ديال النقاط السوداء خارج المجال الحضري. وهناك الجانب من طبيعه الحال الشق الثالث واللي كيمكن له كذلك ياثر السلوك، هو الجانب ديال المراقبه. واعتقد انه في هذا الجانب هذا اليوم كاين هناك واحد التفعيل حقيقي لهذا الجانب هذا. واليوم إذا استطعنا أن نوصلوا لهذه النتيجة التي تم التسجيل، أعتقد نحن الآن في الطريق الصحيح. اليوم التحدي اللي هو مطروح هو كيفاش نكرسوا هذا الانخفاض ويكون انخفاض اللي هو بنيوي وماشي انخفاض مرحلي. وأعتقد هذا هو التحدي اللي مطروح أمام جميع المتدخلين سواء كانوا مهنيين سواء كانوا مؤسساتيين أو كذلك مكونات ديال المجتمع المدني. الممثل ديال المهنيين هو معنا سي شعون، إذا هادو تتمثل واحد الناس اللي أرزاق ديالهم تيكسبوها من طريق النقل، وبالتالي يمكن الاحتمالات ديال الحوادث اكثر. كيفاش النسب كيفاش تشوفوا انتم كمهنيين هذه الاعفه؟ غير بالنسبه لنا احنا كمهنيين يعني اعفه ديال الحوادث سير يعني من الواجب ديالنا، كيف ما كيعرف الجميع بان احنا كنقابات مهنيه يعني الدور الرئيسي ديالنا والاساسي هو الدفاع عن الحقوق والمكتسبات ديال مهني النقل، ولكن كذلك عندنا واجبات تجاه المجتمع ديالنا تجاه الوطن ديالنا. يعني الا كانت التنميه الاقتصاديه ديال البلاد ديالنا راه غيكون القطاع ديال النقل مزدهر. احنا بالنسبه لنا يعني بناء الاحصائيات الرسميه اللي كتصدر تقريبا كل سنه بان المهنيين يعني ما كيتسبوش في حوادث السير يعني اللي النسبه ديالهم راها منخفضه على ما اظن ما كتعداش 1.2%. ولكن الاشكال فين كاين؟ الوقت اللي كتوقع حادثه سير كتسبب فيها حافله نقل العمومي للمسافرين او سياره اجره او شاحنه، يعني الطامه كتكون كبرى يعني وحتى المسائل الاعلاميه كتعاود الامور كتكبر وكتوضح، وكيبقى المهنيين ديما هما يعني هما المتسببين في حوادث السير. واحصائيات حنا عندنا ديك 1.2%، حنا كنبذلوا مجهود بشراكه مع اللجنه الوطنيه وبشراكه يعني مع مجموعه من الجمعيات ديال المجتمع المدني باش نديروا الواجب ديالنا كيف ما سبق يديك، ونقلصوا حتى حنا ونساهموا كذلك في الاقتصاد والتطور ديال القطاع ديالنا اللي حنا كنمثلوا فيه المهنيين. يعني اذا القطاع ايضا تدخل فيه، يعني انتم تتمثلوا الشركات اللي تتعمل في هذا المجال، كيفاش انتم بدوركم تتنظروا لهذا الاشكال؟ بالنسبه للمهنيين هو المقاوله المهنيه خص يكون فيها ثقافه ديال السلامه الطرقيه. هاد يعني نشير في هذه القضيه هذه بانه هذا العام يعني كانت مبادره اللي خصنا نشيدوا بها وننوهوا بها هي ديال احسن مقاوله واحسن سائق وكذلك احسن اختراع. فهذوك غيكون عندهم واحد الوقعه على المقاولات وغيكون عندهم على الوقعه للسائقين، وخص يمكن نركزوا اكثر على هذه المبادره
ونزيدوا نطمحوا بها باش كل عام الاتي ان شاء الله يكون احسن وتكون يعني واحد التنظيم ديالها في ظروف جيده احسن. اللي بغيت نقول هو انه خص الثقافه لان هذيك المقاوله هي اللي عندها السائقين، عدد السائقين، كاين المقاوله اللي عندها 1300 1400 سائق، فلا كانت عندها هي ثقافه ديال السياسه ديال وسياسه ديال السلامة الطرقية فلا بد ما غادي تكون. نعم لكن ايضا هذه المقاولة خصها تكون تتحقق بعض الشروط لهذا المهني اللي يكون وضعية مرتاحة باش هذا مما لا شك فيه. هو ملي كتقول على الثقافة ديال السلامة الطرقية هي فيها التكوين، فيها يعني العمل المريح، يعني في واحد الإطار مريح، يعني تكون عنده لها السنسس ديالو، عنده واحد جميع الحقوق ديالو، جميع الواجبات. فهذا اللي كنقول هنا هو الإشكال اللي كاين في المغرب، هو المقاولات اللي عندنا مازال ما كاينينش المقاولات اللي عندنا 88 أو 85% ديال المقاولات منظمة يعني لا ذات طابع شخصي، يعني 88% و 85% ديال المقاولات في البضائع وفي المسافرين عندهم اقل من جوج ديال الحافلات او جوج العربات او جوج الشاحنات. فلهذا يعني صعب باش تكون يعني هذاك المقاوله عندها واحد المنظومه واحد الثقافه واحد السياسه واحد الخليه اللي كتتبع سياسه السلامه الطرقيه وكتتبعها وكتجعلها وكتنشطها وكتجعل. فلهذا خصنا نعملوا على تجميع هذه المقاولات. هذا يعني اشكال كبير. السي الوزير مع حدو حاضر، يعني هذا يعني ميساج قلال على يمكننا يعني نحسبوهم على رؤوس الحصاد. فلهذا خصنا نوصلوا لعدد كبير كاين يعني تجميعنا في الجامعه النقب الاتحاد العام للمقاول المغرب، عملنا على خلق تعاونيه الان اللي كتجمع جميع النقلاء في الميناء، وكان ولكن خصها تكون مسانده، خص يكون عندها تاهيل، يكون عندها مساعده تاطير. فهذا كله يعني خصنا يعني احنا دائما كنعملوا في اطار تشاركي وتشاركي حقيقي تقريبا طول السنه، على اتصال مع الوزاره ومع جميع المصالح الوزاره وكنعملوا معهم في هذا الاطار، وحتى هما يعني كيمشوا معنا في هذا الطريق. فلهذا خصنا يعني الا كان شي تركيز في السنوات القادمه هو انه نعملوا باش نجمعوا هاد المقاولات في اطار مقاولات ذات حجم متوسط وكبير. فعوض ما يبقاو عندنا مقاوله اللي عنده واحد وجوج ديال الشاحنات او جوج العربات. السيد الوزير قلتي نعم العنصر البشري هو اللي تيمثل الاغلبيه، لكن الا لاحظنا مؤخرا الحوادث الكبار اللي خصوصا اللي تيكون السبب فيهم هما حافلات تيكونوا عدد الضحايا اكبر، تنلقاو العنصر ديال البنيه التحتيه ولا الطرق، مستوى الطرق هو اللي حالات الطرق هي تكون السبب، ماشي العنصر البشري. الشق الاول ديالك صحيح، ولكن الشق الثاني ماشي ضروري. لا انا بغيت غير باش نعاود نرجع للشيء اللي قال السي حميد. بالفعل بالحكومه وعيا منها بان هذا القطاع ديال النقل وخاصه النقل ديال المسافرين في الشق الثاني، مادام انه منذ 2008 القطاع ديال تحرير البضائع هو محرر، كون على اصلاح ديال هذا القطاع. ومن بين النقاط اللي هي مركزيه اللي تكلم عليها، بالفعل الدريريه ديال القطاع لاتوميسيتي، كاين بزاف ديال الفاعلين اللي تلقى عنده حافله جوج الى اخره. بالفعل هذا اولا فيما يتعلق بالثقافه ديال السلامه الطرقيه عموما لا يتوفر عليها، وثانيا الهموم ديالو اكثر هي ديال المدخول ديال هادشي اللي طرحت عليه الوضعيه ديالو، يتجارى مع الكار الاخر باش يسبقوا بواحد خمسه دقائق باش يديلو واحد المواطن يهزو الى اخره. بمعنى انه الا حاولنا نجمعوا هاد الناس في هذا القطاع ما يتعلق بالمقاولات، المقاوله عموما المغربيه عندها الثقافه ديال السلامه الطرقيه، فهذا شق ايجابي اللي حنا تنشتغلوا عليه. الشق الثاني اللي هو ايجابي ايضا في الإصلاح هو الحالة الميكانيكية ديال هاد الحافلات وغيرهم. الآن في إطار القانون المالي الحالي ديال 2014 كانت واحد ثلاثة ديال المنح أساسية، المنح ديال التكسير ديال الحافلة اللي بغى يكسرها ونبدلوها له مقابل المبلغ، اللي بغى يجدد منحة ديال التجديد ومنحة ديال التأهيل ديال المقاولة. بمعنى أن الدولة الآن مستعدة أنها تعطي كل سنويا حوالي 300 مليون درهم 30 مليار سنتيم باش تعاون المقاولة على أساس أننا نخرجوا من هاد الصعوبة ديال الحالة الميكانيكية. الشق الآخر تكلم عليه السي مصطفى ديال بالفعل هو
الدراماتيكيه ديال الحوادث اللي تيوقعوا في هذا القطاع هما اللي تيجعلوا انها بريمير باج تخرج 30 25 15 ولكن الا جمعتي هذه الحادثه اللي تتوقع اون فريكونس ديال مره كل 35 يوم خلال العام الا قارنتيها مع داك الشيء الاسبوع اللي مضى خرجنا ب 30 قتيل من الحوادث حتى وحده حتى واحد ما كان فيه الكار كانت الحادثه ديال القنيطره اللي تقلبت حافله ولكن كلهم جرحى وكانت واحده اخرى في الجنوب ولكن كلهم ديال السيارات الخفيفه الحاله ديال الطرق هذا من الاشكالات اللي هي مطروحه الحوادث الكبرى عموما اللي فيها قتلى تبين من خلال جميع الدراسات اللي تنعملوا والبحوث بانه العنصر البشري والحادثه الاخيره ديال 18 ديال 16 واحد اللي كانت في بين واحد ديال الصويره اشكال كان واضح ديال التجاوز في منطقه غير مسموح بها بالتجاوز الفيراج والهضره في البورطاب ثلاثه ديال الحوايج اللي ما يمكنش الواحد الا دار غير وحده منهم راه كاين الاحتمال على انه يوقع بالتالي بالفعل كاين اشكالات متعلقه بهذا المجال تكلم سي بولعجي على البنيه التحتيه الحكومه واعيه لاننا بالفعل في بلد اللي مازال ناقصه فيه البنيه التحتيه بانه الحفاظ على الطرق ديالنا تيكلف واحد الميزانيه كبيره 3 مليار ديال الدرهم اللي هي مخصصه لهذا الموضوع بالذات ديال اعاده النظر في التجهيزات ديال البنيه الطرقيه لكن بما يتعلق بلي بوان نوار بمعنى بالنقاط السوداء اللي فيها الحوادث واللي عندنا عليها احصائيات الميزانيه ديال 2013 عندها 300 مليون درهم 31 مليار سنتيم اللي غتمشي لتجهيز حوالي 47 نقطة سوداء اللي عندنا مقررة وبناء بعض الحواجز والأسوار الواقية باش نجاوبوا على الإشكالات اللي هي مطروحة أكيد أنه العمل اللي تتقوم به الوزارة وفق الإمكانيات اللي هي متاحة ما غاديش يمكن لكن حنا في البرنامج ديالنا ديال الثلاث سنوات المقبلة في الإطار المخطط الاستراتيجي ديال الثلاث سنوات هاد النقاط ديال النقاط السوداء بغينا على أنه في الأفق ديال 2016 نقضيو عليها عندنا مصنفة باش نقضيو عليها الآن بالتدرج وهذا هو اللي يمكن تكلموا عليه في البرنامج المستقبلي ربما نشوفوا مع السي بولعجول هاد النقاط السوداء والترتيب ديالها والتوزيع حسب يعني مدار حضاري طرق سيارة طرق يعني شنو فينا المواقع اللي تيوقعوا فيها الحوادث اكثر واش المدار الحضري واش طرق السياره واش الطرق الوطنيه شنو لا هو بالنظر الى الاحصائيات المتوفره وهذه تقريبا على المستوى البنيوي هي تقريبا قاره على مستوى النسب هي واحد النسب اللي هي قاره تقريبا سنويا اذا رجعنا في تاريخ حوادث سير كنلقاو دائما تقريبا عندنا ثلاثه ديال الاربعه ديال الحوادث كيتسجلوا داخل المجال الحضري في حين انه على مستوى يعني الوفيات كاين ثلثين ديال الوفيات كيتسجلوا خارج المجال الحضري وهذا مرتبط اساسا انه غالبا الحوادث السير اللي كتوقع خارج المجال الحضري مع حوادث اللي كتكون مقرونه بسرعه ونعلم جميعا كما يعلم يعني المتخصصون في هذا المجال انه السرعه هي عامل مسبب لحوادث السير ولكنه عامل مضاعف للخطوره ديال حوادث السير وبالتالي اعتقد المساله ما مرتبطه شيء اكثر بالمشكل ديال البنيه التحتيه اكثر ما هي مرتبطه بظروف السياقه داخل او خارج المجال الحضري انا اعتقد اليوم المشكل ديال حوادث السير في بلادنا بالخصوص خلال هذه السنتين الاخيرتين بدينا كنبدو هذيك الثقافه ديال نبذ الاخر يعني ماشي انا اللي مسؤول انت اللي مسؤول هذا القطاع اللي مسؤول اعتقد انه الا اتفقنا كاملين كيمكننا نحققوا قيمه مضافه وقيمه مضافه اللي هي ايجابيه اليوم هذه المقاربه التحفيزيه التثمينيه لكل المبادرات هي جد مهمه جدا كتعطينا تضافر ديال الجهود هذا التضافر ديال الجهود هو اللي كيخلق القيمه المضافه فهذا الاطار هذا وربما في نفس السياق اللي كنطرق ليه السي حميد زهر هو انه المقاوله فعلا ممكن تكون واحد رافد مهم جدا ومدخل من مداخل اصلاح او تحسين شروط السلامه الطرقيه في بلادنا وفي هذا الاطار هذا يعني اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير مع باقي الشركاء ديالها المهنيين وكذلك المؤسساتيين يعني نظمت واحد المجموعه ديال المبادرات كنا نظمنا مباراه ديال احسن سائق مهني واللي اول مره الحمد لله يمكن نقولوا اننا نجحنا في هذا الورش هذا واللي كان احسن سائق في صنف الحافلات سائق ديال الحافلات سائق ديال الشاحنات وكذلك السائقين شنو هي المعايير اللي اعتمدتوا عليها فكانت واحد الجداده اللي فيها واحد المجموعه ديال المعطيات ولكن اللجنه اللي هي مشتركه فيها المهنيين فيها الوزاره فيها الدرك الملكي الامن الوطني يعني كل المكونات ديال اللي معنيه بالملف ديال هذا الجانب فهي داخل هذه اللجنه واللي الحمد لله كنا كنرجعوا حتى على مستوى يعني الجدد الخاصه بالمعطيات الخاصه بكل سائق لانه كان واحد العدد كبير ديال المشاركات وبالتالي تم حصر باعتماد واحد المعايير اللي هي محدده كاين كذلك مباراه اخرى خاصه باحسن مقاوله تدمج بعد السلامه الطرقيه في التدبير ديالها داخل واعتقد هذه مساله
هي مهمه جدا واللي تم تتويج واحد 4 ديال المقاولات على المستوى الوطني كمثال. الهدف ديالنا هو اننا نبحثوا من خلال هذه المنظومه ومن خلال هذه المقاربه نبحثوا على مقاولات اللي هي نموذجيه اللي ربما تكون واحد المثال او القدوه الباقي المقاولات الاخرى. كما انه اليوم بالضبط يعني بالتزامن مع تخليد يوم الوطني للسلامه الطرقيه نظمنا واحد الندوه يعني في الرباط على مستوى كتهم تدبير الخطر الطرقي او تدبير السلامه الطرقي داخل المقاوله واللي تم خلالها التوقيع ديال واحد الاتفاقيه مع الاتحاد الدولي للنقل وكذلك اتفاقيه مع الجامعه الوطنيه للنقل. ونعتقد من خلال هذه المقاربه انه ممكن نستفدوا كذلك من التجارب الدوليه خاصه كل ما يتعلق يعني بالجانب ديال التوعيه للجانب ديال التكوين وكذلك اعتماد معايير اللي متعارف عليها هي دوليا ممكن نوضعوها راه الاشاره ديال المقاوله المغربيه. دائما في اطار هذه المقاربه التحفيزيه وهذه المقاربه التثمينيه قمنا كذلك بالاعلان على مباريات اخرى خاصه باحسن مشروع مؤسسه تعليميه، مشروع كذلك ديال احسن ابتكار، ونطمح من خلال هذه المباراه ديال احسن ابتكار انه يكون عندنا واحد الاختراع مغربي اللي ربما يمكن يعطي واحد القيمه مضافه ولكن اختراع مغربي ما كيكونوش ماشي هو الاختراع مستورد، وبالتالي حتى على مستوى التكلفه ديال التفعيل ممكن تعطي واحد القيمه مضافه. وواحد شفنا حتى مع المحتضنين انه هذا الاختراع المغربي اللي توصلنا ليه انه غادي يمكن يشارك في يعني في معارض دوليه، واعتقد هذه مساله اللي هي مهمه جدا بالاضافه الى مباريات اخرى اللي تستهدف الى الانفتاح على مختلف مناحي الابداع ومختلف مكونات ديال المجتمع المغربي، خاصه واحد المباراه ديال التقاء جوج ديال الاعمال المسرحيه، وحده موجهه للكبار وحده موجهه للصغار. غادي نرجعوا لهذا الشيء سي بوالعجول فملي نهضروا على قضيه التحسيس والمقاربه الجديده ديال اللجنه، نرجعوا للمهنيين واش تحسوا انكم يعني تحملون ما لا يطاق يعني انه المسؤوليه ديال ما يقع على الطرقات انه يتسبب فيها المهنيون بالدرجه الاولى. انا كما سبق لنا الذكر واكدناه والاحصائيات تاكدت شي بان المهنيين ما عندهمش واحد يعني واحد النسبه عاليه في حوادث، ولكن كيبقاو من الناس المتسببين في الحوادث. غير هو المهنيين خصنا نصنفوا، كاين المهنيين دابا اللي تابعين للمقاولات، السائقين اللي تابعين للمقاولات في اطار مدونه الشغل، وكاين واحد الفئه اللي كتعدى اكثر من 230 ولا 240 الف سائق مهني على مستوى جميع المستويات ديال النقل الطرقي، اللي هي كتخدم في ظروف يعني عمل حر. عمل حر. نعم. وهذه الفئه بالذات هي اللي ما عندهاش المسائل الاجتماعيه ديالها وما عندهاش الامور اللي يعني لا تغطيه لا امور اجتماعيه لا قانون ديال الشغل، يعني ابسط الامور ديال الشغل ما كتوفرش عليها. حنا كنستهدفوا بالخصوص هاد السائقين للتاطير ديالهم، واللي يعني وكنحاولوا ماشي نضغطوا عليهم ولكن كنحاولوا نحطوهم في صلب الموضوع، كنقول لهم بان راه يعني الحوار حول المسائل الاجتماعيه وحول الملفات اللي هي معروضه منذ الحراك ديال مدونه الصراحه. الحمد لله احنا غاديين في حوار مع الحكومه ولا مع الوزاره الوصيه، ولكن الدور ديالكم كسائقين مهنيين كسفراء ديال الطرق خصو يطبق. يعني ما غاديش نخلي انا العامل الاجتماعي نقول بانني انا ما عنديش لاسينيسيس ولا ما عنديش الضمان الاجتماعي غادي نخرج ونقتل في الطريق ولا نخرج ونتهور. لا، هذا ماشي، هذه ماشي ذريعه. والدليل باننا منخرطين في مجموعه من يعني في اللقاءات التكوينيه والتحسيسيه على المستوى الوطني في هذا المجال هذا، في انتظار يعني يتفرج على الملف الاجتماعي. كنتي معنا العام اللي فات مثل هذه المناسبه، واش تحققت كنتي صرتي واحد المجموعه ديال المطالب؟ لحد الان لم تحقق اي ان يعني الدعم ديال قطاع سياره الاجره لحد الان، يعني لا يعقل يعني سياره اجره حنا في 2014 باقا كتهز 6 ديال الركاب في هذيك الحاله ديال الحاله الميكانيكيه ديال العربه للاقل عمر ديال العربه كتلقى عنده 30 سنه لا يعقل. وحنا كنشوف بين الرؤيه التطلع ديال اصلاح القطاع، وهذا القطاع اللي هو حيوي وكيشغل اكثر من 160 الف ولا 170 الف سائق مهني، يعني هذا القطاع راه مهم وهو حيوي لابد ان ندافع عنه. وقطاع اظن بانه قطاع غير مهيكل ما عندوش قانون واضح، وحال الوقت لان الظاهر المنظم للنقل الظاهر ديال 63 حال الوقت باش يتعدل ولا باش يتمم ولا نديروا مدونه النقل، يعني في اطار هذا الحوار وهذه الاوراش المفتوحه تكون واحد مدونه النقل اللي مدونه اللي غادي نشوفوا فيها التطلع ديال المغرب ديال 2020 ولا المغرب ديال 2025 على سبيل المثال، باش هذه القوانين راه يعني ولات ديباسي ولات فايتها الوقت ديالها. خصنا قانون جديد وحركيه جديده ونمطيه جديده في هذا القطاع اللي هو قطاع مهم. سي حميد، كيفاش هذا النوع ديال المهنيين اللي تيشتغلوا في القطاع الحر كيفاش انهم يمكن تنظموا في اطار مقاوله؟ شنو اللي مثلا انتم اللي منظمين في اطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمكن يعني تشكلوا كنموذج لهذ السائقين المهنيين؟
هو اللي كنقول بان يعني شنو اللي في النموذج المقاوله تيشجع باش انه السائق المهني المقاوله يعني اللي كتكون عندها سياسه ديال السلامه الطرقيه والحفاظ على الميكانيك يعني الحاله الميكانيكيه ديال الحافله او ديال العربه فلا بدا كيرجع على هذاك الشيء بالربح لانه ما كيكونش هناك يعني مصاريف اللي يمكن لا تحملها وخسائر اللي يمكن لا تحملها فلهذا ملي كتكون مقاوله يعني واقفه على رجليها فهي من الشروط ديالها باش يمكن لها تعمل في واحد الاطار باش يمكن لها تدخل واحد يكون عندها واحد الربح ويكون عندها واحد المجال ديال العمل المستمر وهذا فلا بدا غادي تكون كتوعى بالسلامه الطرقيه وغادي تجعلها كثقافه داخل اللي خص هنا هو انه اللي يمكن زعما نحطوا عليه اكثر ما يمكن هو انه الان يعني المقاوله كتشتغل في واحد ظروف صعبه بدات كتشتغل في ظروف صعبه والمجال ديال الربح ولا كيتقلص لانه مع الزيادات في الغازوال يعني من جوان 2012 الان تقريبا ما يناهز 2 درهم ولا 2 درهم ونص ديال الزيادات هذا ما كيكلف تقريبا المقاولات انا كنهضر على المقاولات اللي كتعمل في قطاع النقل للغير لحساب الغير ماشي هذا يعني ما يناهز مليار ديال الدرهم تقريبا هذا شيء يعني لا ما يمكنش وحنا كنعرفوا بانه منين المقاوله يعني كثر التكاليف فين كتمشي كتنقص في قطاع الريار كتنقص في الصيانه كتنقص كيف قلتي في زياده الحموله فهذو هما الهواجس ديالهم فاش كيعملوا باش يمكن فلهذا احنا ديما كنا كنطالبوا باش يكون واحد تاهيل القطاع والنظر بانه ما يمكنش هاي اليوم نبقاو نقولوا غنزيدوا الغازوال والمقاوله هي اللي غتاخذ يعني القسط الكبير من التحمل ديالو فلا بدا في البلدان العالميه الاوروبيه كاين هناك غاز لان الغازوال يعني سيت ان برودوي ديال باش به كيشتغل هو الصناعه ديالو هو في اوروبا كاين الغازوال المهني يعني هنا في المغرب يعني هذه السنين وحنا كنضربوا به وكان كاع وصلنا لواحد الاتفاق ملي كان السيد وليف وزير الشؤون العامه فكنا توصلنا لواحد الاتفاق بالمثل باش يكون في 2014 هذا الغازوال بروفيسيونيل الان او الغازوال المهني الان ما توصل فلهذا لا بد من تاهيل القطاع لا بد من تاهيل المقاولات لا بد من تخفيف نخفوا من الكلفه من القدره ديال التكاليف ديال اللي كتحمل الان ولا سيما وحنا غاديين في هذا اصلاح هذاك النظام المقاصه وغادي يتطلب عاوتاني زيادات اخرى في الغازوال شكرا. اذا قبل ما نشوف واحد الروبورتاج السيد الوزير ربما على نوعين من المطالب عندك الان. بالفعل انا غير غادي نهضر على الموضوع بصيغه متكامله انا ما كنتش مع السيد مصطفى العام اللي فات ما عرفتوش شنو قال لكن جزء من المطالب راه تكلم عليها غير هو الحكومه ما عندهاش اي اشكال على انه في اطار الرؤيه ديالها للاصلاح المستقبلي انها تعالج مختلف هذه الاشكالات اللي مطروحه ولكن حنا مستعدينش نعالجوا نقطه بوحدها ونخليو الشيء الاخر حنا تنهضروا دابا على منظومه ديال الاصلاح ديال القطاع حنا مستعدين في اطار دابا العقد البرنامج اللي غنوقعوا راه حنا تناقشوه وعولين نوقعوا في اقرب الاجل يعني اسابيع ولا بضعه اشهر هذا العقد البرنامج فيه الجزء ديال التاهيل اللي تكلموا عليه الاخوان بجوج واللي هو بالنسبه لنا مهم هذا الشيء ديال الشق الاجتماعي سواء المنحه ديال التاهيل ديال المقاوله ولا البند ديال التاهيل ديال المقاوله واضعين فيه الشروط الاجتماعيه كشرط رئيسي واساس اولا للحصول على المنحه وايضا باش تبقى الرخصه عند الصاحب الرخصه اللي عنده الان والشرط الثاني هو التحول من الشخص اللي هو ذاتي الى شخص معنوي وهو اللي غادي يسمح لنا على انه يعني شركه
تاسيس الشركه، ومين تنقولوا تاسيس الشركه بالموجبات ديال تاسيس الشركه اكيد غادي نتسهلوا في الاول لان خص مرحله انتقاليه، ولكن الهدف الاساس والرئيس هو اننا نعالجوا هذه الاشكالات. انا تنتفهم على انه بالفعل واحد اللي عنده كار واحد وتيجري الى زاد له المازوت 30 سنتيم راه غادي يحاول باش يلقى داك 30 سنتيم في شي بلاصه اخرى، اذا البياسه يمكن ما يجيبش بياسه اللي هي 100% هذا الى اخره، لكن حنا بغينا نخرجوا من هذه الاشكالات اللي هي موضعيه. حتى هادشي ديال الغازوال المهني الامكانيه ديال المعالجه ديالو في اطار المنظومه ديال الاصلاح هي وارده، لكن حنا خصنا نشدوا الملف في اطار الشموليه ديالو. هذا اللي تيجعلنا نقولوا على انه عندما نوقع العقد ديال البرنامج الحكومه غادي تكون عندها التزامات تجاه القطاع، التزامات ديال الدعم ديال التاهيل ديال التمويل ديال المصاحبه ديال التكوين اللي بدينا فيه اللي كنا درناه ولكن الان بدينا فيه، راه كاين 307,000 ديال البطاقه ديال المهنيين، منفروض 140,000 هو غادي نكونهم على اربع سنين 35,000 واحد كل سنه، واحد 167,000 اللي هم عموما الاخوان ديال الطاكسيات وغيرهم اللي غادي يكونش عندهم تكوين اللي هو مستمر ولكن عندكم التكوين الاخر، حتى هما في هذا الاطار احنا الان معروف بي بي تي تنشتغلوا معاهم، ولكن غادي نفتحوا على القطاع الحر وعلى القطاع الخاص باش نحاولوا على انه نكونوا في لي ديلي ونكونوا هذا العدد اللي هو ماشي سهل. اكيد انه من بعد ما نكونوا في ثلاث سنين اربع سنين غادي يولي اللي ما عندوش السي عبد الرحمن البطاقه المهنيه ما يمكنش يشد لا الكار ولا يشد الطاكسي، بمعنى انه خاصو يكون انسان مهني. هذه المهنيه حتى هي راه من التبعات ديال الاصلاح ديال القطاع. انا سمعت السي مصطفى تيقول بالفعل الظاهر ديال 63، حنا في الحكومه راه عندنا توجه واضح للظاهر 63، فيه مجموعه من الاشكالات خصنا نعالجوها. الاخوان المهنيين خصهم يمشيو معنا في المعالجه، ما يمكنش نشتغلوا في 2014 ونديروا اصلاح ديال العشريه المقبله بالتصور ديال 1963 اللي فيه مجموعه من الاشكالات. هذا التصورات خصنا غير تكون عندنا الشجاعه، لانه بقدر ما حنا تنتكلموا على الاصلاح وانه السلوك خصنا نغيره، بقدر ما هناك بعض المكتسبات اللي هي معقوله. حنا تنقولوا تنعاودوا هذا البرنامج اشتغل فرصه باش نقول الاصلاح ديال المنظومه ديال النقل غادي يكون في اطار المكتسبات القانونيه ديال القطاع. الدوله ما غاديش تجي باش تحيد المكتسبات القانونيه، لكن كاين جزء من الممارسات اللي تتعرفوها كاملين ليس المجال اليوم باش نفصلوا فيها، راه حنا في السلامه الطرقيه. هذه الممارسات خصنا نصفيو القطاع، خصنا بالفعل يكون عندنا قطاع مهني، قطاع اللي فيه الشفافيه، قطاع اللي بالفعل الوضعيه الاجتماعيه ديال الجميع فيه اللي هي معقوله، باش الدوله انذاك تمكن باش دير بنيه تحتيه في المستوى، وتمكن ايضا باش تتبع المقاولات اللي هي في النقل، وتكون عندنا الامور. فاذا في اطار هذه المنظومه ديال الاصلاح حنا عندنا مشروع تنتحاوروا معاه اللي غادي يحاول، تنقول يحاول يكون فيه اجابات لمجموعه من الاشكالات اللي طرحوا الاخوه. حنا في الجانب الاجتماعي مشينا بعيد، اننا نمشيو الان يمكن نتحاوروا مع فاعلين اقتصاديين في هذا المجال ديال السكن الاجتماعي باش نحاولوا نوفروا واحد الجزء ديال الدعم الدوله للسائقين المهنيين والمهنيين ديال القطاع في السكن الاجتماعي، بمعنى ان المنظور والتصور عندنا الافكار، ولكن حنا ما يمكنش ندخلوا الا في اطار عقش برنامج حقوق وواجبات ديال الدوله تجاه المهنيين والمهنيين تجاه الدوله. في هذا الاطار هذه الاشكالات اللي طرحوا الاخوان جزء منها سيلقى الجواب ديالو ان شاء الله. نعم، إذا نرجعوا لموضوع حوادث السير ونشوفوا واحد الروبورتاج من فاس أعده الزميل سعيد معواج بكاميرا مصطفى الزايري. بمختلف النقاط الطرقية تعبئة شاملة لكل الفاعلين بقطاع النقل، والغاية هي ضرورة تكثيف الاحتياطات والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية والوقوف عن كثب عند أحوال عربات نقل البضائع وعربات نقل المسافرين، وكذا التواصل مع السائقين المهنيين وعموم المواطنين. في المصلحة ديال السائق وفي المصلحة ديال الملشحين أنه يطبق الحموله. الروايض بلايص زايدين، الورق الا كان شي ورقه ناقصه، الا كان الديسك سوشي يهز اكثر من الحموله ديالو 50 ولا 54 بلاصه ولا 52 بلاصه اللي عنده ما يزيدش عليها. في ظل ارتفاع مؤشرات الحوادث تستثمر الجهات الوصية الأسبوع الوطني للسلامة الطرقية من أجل تنظيم عمليات المراقبة من خلال ضرورة إخضاع العربات قبل استعمال الطريق للصيانة الميكانيكية والفحص الدقيق لأجهزة السلامة مع التأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية والميكانيكية. الغرض من هاد الحمله هذه هو التحسيس، والاول هو التحسيس ديال السائق بالخطوره ديال اما الزياده في الحموله ولا الانعكاس ديالها على البنيه التحتيه
وكذا التحسيس حتى ديال السائقين ديال الحافلات نقل العموم المسافرين اللي المخاطر ديال الزياده ديال السرعه ديال مثلا العجلات اللي كيكونوا متهالكين. يعني بالنسبه للكيران هما خاصها يكونوا بالنسبه للفرامل خاصها تكون جيده، وبالنسبه لعاوتاني البنوماتيك خاصها تكون حتى هي في واحد الليقه مزيانه. وترتفع نسب حوادث السير على صعيد جهة فاس بولمان، ويعتبر الإنسان بعدم احترامه لقوانين السير أول المسببين لها بنسبة 80%، وعموما يحتل المغرب من حيث حوادث السير المرتبة 44 عالميا والثانية عشر عربيا. نرجع للسيد الوزير معك لمدونة السير، جزء كبير من هذه النقط اللي جات في الروبورتاج كانت ضمن مدونة السير اللي عرفت واحد المخاض قبل الإعلان عنها ومن بعده، والآن هناك مطالب بتحيينها. فين وصلت هذه القضية وشنو الموقع ديالها في هذه الاستراتيجية الجديدة ديال الحكومة اللي تكلمتي عليها؟ هو أكيد أنه الشق القانوني هو مركزي في العملية ديال المعالجة، سواء في جانبه الرقابي والتبعات ديال المراقبة، ولا أيضا في جانب ديال الزجر. فنعطيك غير رقم اللي التحليلات ديالو قد تختلف، ولكن من جات المدونه وتصوت عليها في البرلمان، تبع معايا، غير تصوت عليها في البرلمان قبل ما تخرج في الجريده الرسميه، الا جينا نشوفوا داك الشهور اللي كانت بين هنا وهنا، فتراجعت الحوادث السير وخاصه القتلى بواحد النسبه لا باس بها. غير جات تعنات ودازت اربع شهور تقريبا، عاود شفنا التوجه نحو الارتفاع. هذا تيعطينا مؤشرات وإشارات على أنه بالفعل النص القانوني إلا كان مخدوم مزيان الطريقة اللي هي أولا تتراعي جميع المحتويات ديال السلامة الطرقية، يمكن تكون عنده واحد النوع ديال الإيجابية. المدونة ديال السير إذا 2010 دخلت حيز التطبيق مع المسلسل ديالها ديال 4 سنين 5 سنين ديال الحوار، فالآن عليها ملاحظات من طرف المهنيين. حنا مقتنعين بأنه بالفعل خاصة تعديل في واحد المجموعة ديال النقاط، وبالتالي حنا ما عندناش إشكال على أنه بالفعل نعرضوها للتعديلات. التعديلات تتعلق أساسا بكل ما هو زجري فيما يتعلق بالعقوبات، سواء الحبسية ولا العقوبات فيما يتعلق بالغرامات الجزافية، حتى هي أيضا فيها مراجعات، مراجعات أيضا فيما يتعلق بالمسألة ديال البيرميات اللي كاين فيها إشكالات، اللي يقول لك ودي بالفعل تيدير واحد الحادثة تيجي وتاخذوا له البيرمي، عاد تمشي القضية للمحكمة قد تطول سنة سنتين، والمهني البيرمي ديالو مجدود ويمكن المحكمة تحكم على أنه ما كانش، تيولي هو ضايع. فإذا بالفعل هذا مشكل ما يمكنش نتمادوا فيه، حتى هو غادي نحاولوا نغيروا الإمكانية أنه الواحد اللي عنده بيرمي بمثلا يمشي للسي ولا الدعوة بلا ما يدوز 4 سنين، يدوز فقط غير سنتين. هذا ايضا امور اللي هي متاحه، بمعنى انه الامور اللي الان حنا متفقين مع المهنيين واحد 8 ولا 9 نقاط مركزيه، نحن نعمل جاهدين على انه بالفعل ندوزوها في اقرب وقت. فيمكن نقول لك خلال الاشهر القليله ستعرض على المصادقه هذه التعديلات ان شاء الله. حنا امور اللي هي متفاهمين مع المهنيين، نظن هذه امور اللي هي معقوله تجربه دوزناها. كاين امور اللي ما ولمتش المناخ المغربي والحاله المغربيه، فاذا غادي نرجعوا لواحد المستوى اللي ممكن يكون مفيد وتكون مدونه عوض ما تكون زاجر سلبي، انه تكون بالفعل تساهم معنا في السلامه الطرقيه. السي بولعجول، شنو لاحظتوا بان المدونه غيرات في السلوك ديال السائقين، وشنو انتم تتقتبسوا منها في حملات التوعيه ديالكم؟ أكيد يعني مدونة السير أعتقد كيف ما كان الحال في واحد المجموعة ديال الإيجابيات جات بواحد المجموعة ديال المستجدات، وأي يعني قانون وضعي يعني بعد التطبيق ربما كتبان بعض الاختلالات كما جاء في تدخل السيد الوزير اليوم. يعني هاد ربما هاد النواقص أو هاد الشوائب أو هاد الاختلالات اللي ربما ظهرت مع الممارسة يعني كاين اتفاق حولها، وفي إطار هاد المقاربة التشاركية اللي كتنهجها الوزارة مع كل الفاعلين وخاصة المهنيين وكذلك حتى الفاعلين المؤسساتيين، لان كاين قطاعات اللي هي معنيه كذلك بالتطبيق ديال مدونه السير واللي كانت عندها ملاحظات مهمه جدا حول بعض البنود يعني والتنزيل ديالها على ارض الواقع. اعتقد اليوم كاين يعني اجماع وطني حول هذه المساله هذه، المسار ديال اعاده النظر او الاصلاح او تحسين او تقويم هذه المدونه وخط طريقه، واعتقد يعني نحن في المسار الصحيح. فيما يخص الجانب ديال التوعيه والتحسيس، اعتقد انه المدونه ديال السير حينما تكون مدونه ديال
يسير اللي هي في المستوى تعطينا على المستوى التواصلي كتمكننا باش نصيغوا خطابات تواصليه اللي هي كتكون يعني مقنعه وخطابات تواصليه اللي كتكون عندها مصداقيه عند المواطن. وبالتالي اعتقد ما يمكن له غير اذا كانت واحد المدونه ديال السير اللي هي يعني ملتصقه بالواقع ومرتبطه بالواقع فكتعطينا فعلا حنا على المستوى التواصلي يعني واحد القدره اكبر على الابداع على الخلق وكذلك صياغه يعني خطابات تواصليه اللي مقنعه ومؤثره يعني بشكل ايجابي في السلوكات ديال مستعمل الطريق علما انه السلوك كيبقى يعني من بين المداخل الاساسيه من اجل تحسين صوره السلامه الطرقيه في بلادنا. سي شعون مدونه كانت السنه الفارطه من بين المطالب. السيد الوزير الاجابه ديالو شافيه يعني النقط اللي كانت عالقه والنقط اللي كنا حنا كنطالبوا التعديل ديالها. كنطلب من السيد وزير التجهيز والنقل سي عزيز رباح قبل من التعديل الحكومي باش نعطيو التعديلات يعني جميع المهنيين راه عطاو التعديلات ديالهم للوزاره. نحن ننتظر يعني حتى حنا خدنا بعين الاعتبار هذاك الوقت الامور السياسيه كانت من بعد التعديل ديال الحكومه الثانيه ولكن الان احنا ما كنتظروا من هذا المنبر هذا ما كنكرهوش في اقرب وقت يكون اليوم الدراسي او يعني الحوار في البرلمان حول هذا. شنو الامور الاكثر قساوه بالنسبه واكثر قساوه السيد الوزير يعني تحديد المسؤوليات تاع حوادث السير بالنسبه للمخالفات يعني المخالفات الجزافيه الحجز ديال الرخص ديال السياقه المشكل ديال الشواهد الطبيه اللي يعني كما كنعرف الجميع بان المشكل هو مشكل خطير. احنا هذه الامور دزنا فيها تجارب. شنو هي اشرح للاستاذ المشاهدين المساله ديال يعني الشواهد الطبيه كما كيعرف الجميع بان المدونه والمشرع كيقول يعني عند ارتكاب حادثه سير بجروح وتعدى المده ديال العجز تعدات 21 يوم يعني كتصبح المسطره فيها خصها الحجز ديال رخصه السياقه وكل مسطره كتمشي للقضاء. يعني هاد الشواهد الطبيه يعني اسهل ما يمكن تحصل على شهاده طبيه ب 40 50 60 يوم الا بغيتي. هذا واقع 60 يوم تعطي 200 درهم 300 درهم تلقى 60 يوم والاشكال بان هذاك السيد 60 يوم وكيجي برجليه المصلحه ديال حوادث السير يعني كيجي برجليه والسلطه ديال الضابطه القضائيه ديال الدرك او ديال الامن الوطني ما عندوش السلطه باش يقدر يقول هذاك السيد يدخل الاختصاص ديال ذاك الطبيب. هذا هو الاشكال وكتمشي المسطره وكيبقى الحجز ديال رخصه السياقه الى شهور وكتدوز جلسه كما قال السيد الوزير بان من بعد المحكمه ما كتحكم 3 شهور هو تحجز لي الرخصه ديالو 7 تيكون باع في ذاك السنوات. زيد على ذلك الا تحكم عليه بالتكوين كيخضع يعني كيخصو يمشي للتكوين خصو يخلص واحد المبلغ مالي وخصو يمشي للتكوين كيقول لي تسنى حتى يجي كل عدد كافي باش ندوزوا لك ديك العمليه التكوين. وكيف ما كيعرف الجميع بان السائق المهني يعني القوت ديالو هو هذيك الرخصه ديال السائق. الا ضيع غير نهار تي نقول الا ما تثبتش في حكم نهائي او في حكم قضائي بان السائق مسؤول ما تحجزش ليه رخصه السياقه ديالو. يعني السيد الوزير كان مشكور كان يعني اجاز يعني الاشكالات اللي حنا كنعانيو منها في مدونه السير. غير هو بالنسبه لمدونه السير بالنسبه لنا حنا كان عندنا مستجد يعني هو الاعتراف بالسياقه المهنيه. ولكن غنعاود نكرر بان يعني البطاقه المهنيه حنا لحد الان لم نستفيد منها يعني ما كانش منها واحد الاستفاده ضمنيه. شفنا في البطاقه المهنيه المسائل الاجتماعيه شفنا بزاف الامور المهنيين ينتظرون باش نكون واقعي المهنيين كينتظروا بفارغ الصبر خصوصا يعني المرسوم او القانون يعني التعديل ديال الظاهر الشريف بمثابه قانون اللي استضاف جهه رسميه هذه سنتين ديال اللي كيخول السائق المهني باش يستفد من وينخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مع الاسف يعني المراسم التطبيقيه مازال ما كملاتش والقانون مازال ما خرجش الحيز الوجود والمهنيين راه الانتظارات ديالهم راه ما بقاش الانتظار ديالهم في الغازوال. نتكلم على السائقين يعني لهذوك المياومين ما بقاش كيشوف هو الغازوال ولكن كيشوف بان الملحه اللي تخصصت خصوصا سياره الاجره 50 مليون درهم اللي تخصصت باش الدعم الحكومه الدعم قطاع سياره الاجره والعمليه اللي ما بينتش بانها فيها واحد التقدم وطنيا كيطالبوا الان هذيك الملحه تمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويخفوا عليهم من العبء ديال لاكوتيزاسيون ويحلوا لهذا لان المخرج هو الضمان الاجتماعي. والدليل يعني قليل الشركات المنظمه اللي هي تحترم مدونه الشغل وتحترم الشروط ديال العمل كنشوفوا قليل كتكون كتسبب في حوادث السير.
والدليل يعني في التكريم الاخير اللي اعلنت عليه اللجنه الوطنيه اللي كانوا جوج سائقين ديال شركه معروفه منظمه اللي خذوا من بين احسن سائقين ديال سائقين الحافلات يعني المسائل الاجتماعيه وكرر انا غنعطيك تجاوب عليها عاد نمشيو عند السي حميد ولا تجمعهم لا غير في هذا المجال باش نقولوا باش يكون هاني هو الوزاره ديالنا مول الدراسه باش يكون واضح لان الملف كانت فيه اجتهادات ومع الاخوه المهنيين تبارك الله عليهم كثار والاجتهادات ديالهم عاودتهم مختلفه فحنا كنا تفاهمنا معهم على اننا نديروا تقييم موضوعي ونديروا دراسه الان دراسه مولتها الوزاره وراها عند الوزاره ديال الشؤون الاجتماعيه على اساس انه اواخر يونيو غتكون عندنا المنظومه جاهزه باش نقترحوا على المهنيين كيفاش يمكن انهم يدخلوا في الاطار المنظومه الاجتماعيه بكل بساطه بمعنى اننا حنا غاديين عندنا واحد الربع شهور باش نكونوا عندنا النتائج النهائيه راح نجتمعوا خلال من وباقي المطالب باش ندقوا في هذه المساله باقي المطالب عندكم شي حيز زمني والاجتماعي باقي المطالب اللي تحدث عليها كاين شي المطالب يوقعوا معنا عقد البرنامج باتفاقيات واضحه اللي علينا واللي عليهم اللي احنا ملزومين بها داكشي اللي اتفقنا عليه ديك الساعه العقد البرنامج دايرين له 3 سنين ونطبقوا ان شاء الله. شركات النقل شنو اللي الهواجس اللي تتشترك مع السي مع المهنيين؟ بالنسبه للمدونه الشركه كل بعدا خصنا نقولوا بانه مكسب كبير بالنسبه للمجتمع وبالنسبه للقطاع النقل ككل وبالنسبه للعائمين في قطاع النقل منهم السائقين ومن هذاك السائق المهني كما ان جات بعض التكوينات اللي ولات لازمه ايجابيه يعني ولات ملزوم على السائق باش هذا ومستمره كذلك تكوين مستمر فهذو كلهم جوانب مازال ما تعطيش الاكل ديالها لانه مازال ما تطبقتش بدا التكوين كنظن في جوا ولا في اكتوبر ديال 2013 عاد بدا فان شاء الله من بعد سنين زعما غادي يكون عندنا لان الان السائق المهني مازال ما متفقرش عليه السائق المهني يعني اللي كتوفر فيه الشروط ديال المدونه السير مازال ولكن ان شاء الله من بعد سنين غادي يكون وغيكون عنده وقعه كبيره على السلامه الطرقيه اللي بغيت نقول بانه كل ما جاء على كلام السيد الوزير بانه لان كانت هناك اقتراحات ديال الجامعه في بعض النواقص اللي كتشوب مدونه السير منها هذيك المسائل الحبسيه الجزريه المخالفات المسؤوليه يعني كلهم هناك اقتراحات ولكن كيف ما كان الحال يعني احنا كنعتبروا بان مدونه السير بعض مخاض كبير كانت مكسب للمجتمع وخصنا نعملوا على تطبيقها ونحلوا الاشكاليات والتعديلات اللي والنواقص اللي كيخصها نحاولوا نصحوهم. واحد النقطه اللي ذكرها الساده المشاهدين في سياره التعليم التكوين يعني كاين اللي ترجع حوادث السير الى انه ربما الصيروره او المسلسل ديال تسليم رخصه السياقه فيها بعض الشوائب. هو الشوائب لا تخفى على احد فاحنا ابناء مجتمعنا نقدر نقول لك تقريبا كل شيء عنده البيرميات اللي راه هو راشد وبالتالي المسلسل تنعرفوه لكن هذا القطاع ايضا يحتاج منا الى تاهيل وهذا التاهيل باش نكون معك واضح ايضا احنا الان عندنا عقد برنامج اللي هو واضح مع الاخوه المهنيين ومن المفروض نوقعوه خلال الشهر المقبل اذا استطعنا نوقعوه في مارس 2014 اللي فيه اعاده التاهيل ديال المنظومه وقبل ما نوقعوا معهم عقد البرنامج احنا دايرين لهم خلال شهر مارس واحد اليوم اللي غنجمعوا فيه جميع المهنيين ديال القطاع ديال التكوين ديال السائقين وايضا ديال التربيه وسعه السلامه الطرقيه اللي من خلاله غادي نطرحوا جميع الاشكالات كما تطرحوها الاخوان ديال النقل فكاين اشكالات اللي هي متعلقه اولا بالتملك بين قوسين ديال المدرسه والتعليم كاين مستوى ديال التاطير اللي خاص واحد المستويات معينه اللي هو فيه اعاده النظر وفيه المنظومه ايضا ديال الحج وديال تمرير الامتحانات اللي فيها ايضا خلل وتنحاولوا في كل الاصلاحات اللي تنعملوها اللي هي تقنيه اننا نخرجوا العنصر البشري من المساله ديال المباشره ديال العمليه ديال الانجاز الان عندنا توجه على صعيد الاداره في الوزاره باش نشوفوا كيفاش ندبروا حتى البيرميات وكيفاش تعطاو بطريقه هذه ايضا مازال فيها واحد النوع ديال النقاش ولكن اللي يمكن نقول اليوم على اننا التصور عندنا واجد ايضا في اطار العقد البرنامج
اللي منفروض نوقعوا مع الاخوان ديال المهنيين ديال القطاع ديال تعليم السياره. فتعليم السياره تنهضروا على 4200 تقريبا مركز ديال التعليم، وتنهضروا ايضا على واحد 8000 عنصر بشري اللي هو تيواكب، تنهضروا على المجال اللي هو ديال المدينه ولكن ديال القريه، تنهضروا على اجراءات عمليه ديال 350 متر. هذا ما يفتحش الان في اطار الجديد، حنا بغينا نفتحوا المجال للشباب اللي عندهم الدبلومات واللي عندهم مستويات على انهم هما في الاماكن اللي ما متواجدينش فيها هذو القدماء على انهم ينفتحوا، ولكن تكون عندهم البيداغوجيا الضروريه ويدوزوا واحد المستوى ديال التكوين معين في اطار التحملات، عندهم مستويات. ما هو اجراء عملي ديال داكشي اللي تنشوفوا كاملين في المراكز؟ هذا خصو مقاربه مجتمعيه ما تتخصش فقط غير البيرميات ولكن تتخص المنظومه ككل. نظن هذه في اطار ليس فقط التحسيس ولكن ايضا في اطار التربيه المجتمعيه والجمعيه ديال المغاربه ككل، من المدرسه الاسره المجتمع، يمكن تكون النتائج ديالها ايجابيه ان شاء الله. على خاطركم السيد الوزير تطرق للعقل البرنامج اللي كيعملوا عليه الان الوزاره والمهنيين في مجال لا كنهضر على مجال اصلاح قطاع النقل المسافرين بين المدن. اللي بغيت نقول بانه هو كاين قطاع النقل البضائع حتى هو فيه عقد برنامج كان 2003 2006 وكاين ديال 2011 2013 او 14 هي سالي في جوار 2014. وكنقول بان هذا الاصلاح دوز واحد 10 سنين، يعني الاصلاح دخل حيز التطبيق في 2003 وحنا دابا 2014، يعني خص واحد الوقفه. وكانت يعني من برمجه باش تكون واحد اليوم دراسي على هذا نقل البضائع باش نعاودوا نشوفوا العقد البرنامج وجدوا. كانت عندنا برمجه في فبراير لكن هادشي السلامه الطرقيه دانا البرنامج كله، ورحنا دايرينها ان شاء الله في مارس باش نديروا وقفه ديال 10 سنين ديال التحرير ديال القطاع. الايجابيات والسلبيات، ما بغيناش قطاع ديال نقل المسافرين، ناخذوا السلبيات اللي جبناها معنا من الاصلاح ديال القطاع ديال البضائع، ولكن تنتصور على انه ان شاء الله في شهر مارس غادي يكون الوقفه مع الجميع ديال المهنيين باش نخرجوا ونوقفوا على الاشكالات. عندك شي تعليق على ما قلت بخصوص سياره التعليم بخصوص لا غير تسليم الرخص؟ غير هو يعني في اطار التوعيه والتحسيس اللي كنقوموا بها، وفي اطار يعني الندوات اللي كنحضروا لها، حبذا ولا تكون يعني ما هو سلامه طرقيه او سياق عقلانيه تكون كذلك تهيه في يعني في المنح ديال الرخصه ديال السياقه. يعني كنشوفوا حنا لو كود دو لا روت، كنشوفوا يعني كنشوف البلاي، كتشوف هذه كتشوف البراتيك يعني الممارسه، ولكن راه كاين ديك السياقه الاستباقيه، كاين السياقه الوقائيه، السياقه العقلانيه، السياقه الدفاعيه، يعني كاين انواع ديال السياقات. حبذا ولا واحد الشيء ما يبقاش محصور على الناس اللجنه مشكورين، ولكن يخرج كذلك عند ارباب ديال يعني اللي كي دي. شنو الافق ديال التطبيق ديال هذا الشيء اللي تكلم عليه سي شعون في المقاربه الجديده ديالكم، علما بانه حتى على المستوى التواصلي يعني المؤسسه ديال التعليم السياقه ممكن تشكل واحد يعني واحد الرافد تواصلي مهم، بحيث انه الا شفنا مثلا سنويا تقريبا العدد ديال الممتحنين او عدد ديال الاشخاص اللي كيمروا عبر المؤسسه ديال التعليم السياقه تقريبا هو واحد 800000 سنويا، واعتقد هذا الرقم اللي هو مهم ومهم جدا في واحد 1700 تقريبا ديال المؤسسه التعليم السياقه اللي هي متواجده على مستوى التراب الوطني. ولكن يعني في اثناء المرحله ديال تعليم السياقه يتم التركيز اساسا على القواعد المرور، على ولكن ممكن انه داخل كذلك المؤسسه ديال تعليم السياقه نركزوا على الجوانب اللي هي مرتبطه بالسلامه الطرقيه. غادي نبينوا مثلا واحد يعني واحد الممتحن انه ربما هذه راها علامه ديال 40 او هذه علامه ديال 80 الى غير ذلك، هنا ممنوع، ولكن ربما في بعض الاحيان هذيك السرعه ولو انه يعني كنحترموا السرعه اللي هي قانونيه وكنحترموا العلامه ديال يعني السرعه اللي هي محدده قانونيا من خلال ديك العلامه، راه ممكن تشكل خطر. كنبينوا انه كذلك راه حزام السلامه مساله اللي هي اجباريه قانونيا وراه فيها غرامه، ولكن كيخصنا نبينوا كذلك انه حزام السلامه راه كيمكن الشخص اللي كيوضعها راه ممكن ربما كتقلص من احتمال الوفاه اثناء وقوع واحد الحادثه بواحد النسبه ديال 50%. فكاين واحد المجموعه ديال المسائل ممكن تكون قراءه اخرى لكل الامور اللي هي قانونيه واللي كيتمتحن عليها الشخص يعني باش يحصل على رخصه السياقه، تكون كذلك يعني تكوين المرتبط اساسا
بالسلامه الطرقيه كما جاء في تدخل ديال سي شعون. وسوف ان شاء الله يعني في اليوم اللي اعلن عليه السيد الوزير انه في التوقيع على عقد البرنامج مع المهنيين في هذا المجال اننا نعلنوا على واحد القافله اللي تكون متنقله على تراب المملكه باش نجوبوا جميع يعني الجهات في اطار واحد العلاقه تنظيميه وكذلك واحد المقاربه تشاركيه مع المهنيين باش تكون محطات باش نشتغلوا مع المهنيين ونشوفوا كيفيه استغلال او كذلك استثمار المؤسسه ديال التعليم تسياقه كرافد تواصلي مهم تجاه كل الممتحنين اللي كيمروا من هذه المؤسسات. اذا السيد الوزير يوم السلامه الطرقيه هناك مقاربه جديده ادخال يعني عنصر الفن والفنانين الاعلام بمختلف تمظهراته، شنو الهدف من هذه المقاربه الجديده وهل معناه ان المقاربات السابقه فشلت؟ لا اكيد انه الانسان لابد ان يطور العمل ديالو. الان عندنا استراتيجيه من 2003 ديال السلامه الطرقيه اللي مرت عبر برامج اللي هي استراتيجيه كل ثلاث سنوات، والان عندنا تراكم. هذا التراكم بالفعل كانت عنده مجموعه من الايجابيات وتكلمنا على انه هذه السنه والسنه اللي مضات استطعنا اننا نحققوا واحد المجموعه ديال الايجابيات، لكن باش ما ندخلوش واحد النوع ديال الروتين المتعلق بالتدابير المتعلقه بالسلامه الطرقيه لابد ان نصل الى اكبر عدد ممكن من المواطنين، وايضا اننا نوفروا المعطيات بطريقه اللي اصبح الان المجتمع هو اللي تيطلبها. فاكيد انه اليوم من تندير انا شي حاجه في التلفازه اللي تيجيو ممثلين اللي هما مرموقين واللي هما معروفين، غير لفت باش يجي واحد الممثل يدير واحد الدعايه للسلامه الطرقيه تلقى صدى عند المتلقي. فاذا حنا غنتجاوزوا واحد المسافه اللي كان ممكن على انه الا درنا شي وسيله اخرى. الان الابداع في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه هو اساسي، وايضا الان الاشتغال على الوسائط اللي هي الوسائط الالكترونيه وايضا المنتديات الاجتماعيه اللي تيدخلوا لها 6 مليون ديال الشباب. الان كما تيقولوا الاخوان في الروبورتاجات والفورم خصنا نديروها تربيه، نحسوا جميع ان نهار اللي يوصل المنتوج ديال السلامه الطرقيه ويبدا كل مواطن تيحس ونوصل له بعد المعطيات يحس على انه معني، ماشي ضروري تيقول لك انا ما عندي طوموبيل، انا دابا داير في الفيس، انا هادشي كله ديال السلامه الطرقيه. تنحاول ندوز دي ميساج يوميا من خلال نصائح يوميه وتلقى ملاحظات يقول لك شوف السي بوليف غير تهضر تقول لي لا سمطا ولا والو، انا راه ما عندي كاع طوموبيل، انا انت اللي عندك طوموبيل وغير دير السمطا الا بغيتي. لا ماشي هو هذا، واخا تكون انا عندي طوموبيل وانا ما دايرش الشنطه يمكن انت اللي جاوبتيني بهذا الجواب تكون لا قدر الله انت اللي غادي تكون دايز عندي في الطريق ولا قدر الله يكون الحادثه. فاذا الا خرجنا من هذا المستوى على انه حوادث السير والسلامه الطرقيه ماشي عند الاخر فقط ولكننا احنا معنيين بها، نظن غنكون نجحنا في هذا المسلسل وفي هذه الخطه الجديده للتواصل المجتمعي. اذا الان التنويع ديال الاليات هو مدخل باش نوصلوا لاكبر شريحه من المجتمع، ايضا باش نوصلوا الميساج والخطاب بطريقه اللي تكون محبده ما يوقعش فقط نوع من الروتين والتعاطي السلبي معها، ايضا هي امور اللي هي ايجابيه. وتنتصوروا على ان لو انخرط معنا الشباب في هذه الحمله ديال التوعيه، والحمد لله هما منخرطين من خلال دابا الان تيجيونا طلبات يوميه بالعشرات الجمعيات ديال المجتمع المدني، الناس اللي هما مؤطرين ومفكرين تيقول لك انا عندي يوم اجي شرفنا اجي نديروا السلامه الطرقيه. الان عيط لي واحد مع 8:30 قال لي سيبوا لي فوا درتوها فينا، قلت له ياك لاباس، قال لي انا جاي للمؤسسه العموميه ديالي شركه جات لقى وعطاها واحد الورقه فيها اليوم ديال السلامه الطرقيه اش خاصك دير واحد جوج ثلاثه اربعه، قال لي وراك وصلتيها لنا حتى من 8:30. قلت انا ما نعرف الحمد لله اللي هو اللي وصلوا له داك الشيء راه وصل، ولكن من يولي المواطن يعيط لي يقول لك بالفعل راه اليوم 18 فبراير حسيت بانه خاصني ندير شي حاجه، نظن تما غنكون وصلنا للهدف ديالنا. هذه المقاربة سيبو العجول واش يعني معناها انكم انتقلتم من ذاك الخطاب المباشر اللي كان يعني تيعطي واحد النصيحة ولا واحد التوجيه مباشر، الآن يعني تحاولون تمرير الرسائل بطريقة غير مباشرة عبر الفن مثلا؟ فربما قبل ان اجيب على سؤالكم السي عبد الرحمن، يعني يجب تذكير اننا نتعامل يعني نريد تحسين السلوك او تغيير السلوك الى من وضعيه ربما الى وضعيه احسن. فتغيير السلوك هو واحد الورش اللي هو طويل الامد، كيخصو يعني ينخرط على المستوى الزمني، تكون واحد الصيروره زمنيه باش يمكننا ناثروا بواحد الشكل ايجابي في السلوك. فمن اجل الاشتغال دائما من اجل البلوغ هذا الهدف، يعني المقاربه التشاركيه المقاربه اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير الجديده هي مقاربه اللي كترتكز على واحد 4 أو 3 ديال الركائز الاساسيه. اولا هي مقاربه تشاركيه منفتحه على الجميع تدمج او تستهدف
كل الفئات وتتفاعل باستمرار مع المستجدات. واعتقد من خلال هذه المرتكزات اللي هي اساسيه اليوم قمنا باعداد واحد المخطط تواصلي اللي هو مهم ومهم جدا، فيه جانب لكل ما عنده علاقه بالتواصل الوسائطي اللي عنده علاقه بالتلفازه بالاذاعه الى غير ذلك، وفي هذا الباب هذا يعني كل كيتذكر واليوم جميع المغاربه يتابعون باستمرار واحد المجموعه ديال المنتوجات التواصليه على التلفازه الوطنيه. في عندنا جوج ديال المنتوجات على مستوى القناه الاولى اللي هي سلام تريحانه واللي سلسله، وكما جاء في تدخل السيد الوزير يعني شاركوا فيها كل يعني الفنانين المغاربه وخيره الفنانين المغاربه، ونطمح ان نشرك فنانين اخرين على راسهم السي محمد الجم اللي كنحييه من هذا المنبر، الاخت دنيا بوطازوط وغيرهم. هناك كذلك برنامج واحد المجله التلفازيه اللي كتبت من يوم الاثنين الى يوم الخميس تقريبا ثلاثه ديال المرات في اليوم، وهذا اعتقد كيأكد الحضور الدائم للخطابات التواصليه على المستوى التلفازي بالنسبه للقناه الاولى. عندنا كبسوله على القناه الثانيه، عندنا واحد التحقيق صحفي اللي كيتبت تقريبا كل شهر واللي المده ديالو 52 دقيقه على القناه ميدي ان تي في، واللي من خلاله كنحاولوا نبرزوا بعض السلوكات اللي اصبحت مكتسبه، ولكن مع الاسف هي واحد المجموعه ديال الاختلالات اللي من خلال هذاك البرنامج ومن اعاده ديال التمثيل ديال هذوك الحوادث اللي كانت وقعت كنبينوا بالملموس انه فعلا راه واحد المجموعه ديال السلوكات اللي كنرتكبوها يوميا. كنهضر في التليفون ما كيوقع والو، ما كنوقفش في الضوء الاحمر، ما كنوقفش في علامات خف الى غير ذلك، ولكن واحد النهار ربما كيكون واحد التكتل ديال هاد المعطيات وديال هاد العوامل، وكتوقع الحادثه وربما كتكون خطيره وخطيره جدا. فهذا اللي عنده علاقه بالجانب التلفازي، بالجانب الاذاعي كذلك هناك تقريبا الانفتاح والاشراك ديال كل القنوات الاذاعيه الوطنيه بما في ذلك القنوات ديال القطب العمومي وكذلك القنوات الخاصه، وسوف يكون لنا ان شاء الله برنامج جديد، جوج ديال البرامج جديده، واحد ثلاثه ديال البرامج الجديده، واحد على اذاعه محمد السادس للقران الكريم لان عندها واحد الاقبال كبير لدى المواطن، برنامج جديد كذلك على ام اف ام، وبرنامج جديد كذلك على قناه ميد راديو، وهي برامج جيده جدا. التواصل الرقمي كما جاء في تدخل السيد الوزير اليوم واحد عدد كبير وخاصه الشباب كيتواجدوا في المنتديات الاجتماعيه، كيتواجدوا في شبكات الانترنت، وبالتالي اعتقد اي سياسه تواصليه لا تاخذ بعين الاعتبار هذه المساله سوف تكون سياسه تواصليه فاشله. اليوم ننشط يعني بكل نجاح هذا الجانب ديال التواصل الرقمي، ونطمح الى ان نصل الى اكبر عدد ممكن في التواصل مع الشباب. بالاضافه الى ذلك التربيه الطرقيه واللي هي ورش مهم، نعتقد انه اليوم الهامش ديال المناوره بالنسبه للكبار هو نسبيا ضعيف جدا، كيف ما كانت المخطط التواصلي وكيف ما كانت المحاولات، ولكن بالنسبه للصغار ممكن أن نساعد او نساهم في اخلاق او احداث واحد الجيل ديال الثقافه السلامه الطرقيه. وبهذا الاطار علنا على واحد البرنامج سميناه جيل السلامه، نطمح ان يستافدوا منه كل يعني المستويات الدراسيه اللي كيطمح انه يواكب الطفل منذ الولوج ديالو الى 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 المؤسسه التعليميه، برنامج اللي كياخذ بعين الاعتبار الخصوصيات العمريه وكذلك المدارك النسبه ديال الادراك على حسب يعني المستويات الدراسيه. هناك كذلك مقاربه يعني اللي مبنيه فيها كذلك الجانب ديال التواصل المباشر واللي كنظموها مع المهنيين. اليوم المقاربه التشاركيه كنجسدوها بامتياز، بحيث ما كاينش عمليه تقريبا اللي كنظموها الا وكتم يعني من خلال الفئات اللي هي معنيه، سواء كانوا مهنيين كانوا مجتمع مدني. يعني هنا واحد المجموعه ديال العمليات مع الاخوان ديال المقاولات، مع الاتحاد العام ومع باقي الجمعيات المهنيه، نظمنا عمليه كذلك مع العاملين في مجال الفحص التقني، مع السائقين، واللي علنا على واحد البرنامج اللي كيهدف الى توعيه وتحسيس ديال 19000 سائق مهني. والسي مصطفى يعني الهيئه المهنيه اللي كينضم لها استفدت من واحد العدد ديال الانشطه التواصليه في هذا الجانب هذا. هناك كذلك يعني المجتمع المدني الذي يعتبر يعني مكون اساسي يعني بالنسبه للسياسه التواصليه ديالنا، ويمكن نقول لك بكل صدق السي عبد الرحمن، هو انه اليوم المجتمع المغربي كاين واحد الحراك اللي هو قوي، وكاين واحد الاهتمام اللي هو قوي بهذا الجانب ديال السلامه الطرقيه، بحيث نتواصل اليومي انا يمكن نقول لك يعني على مستوى الرسائل التي نتوصلها للرسائل الاداريه تقريبا فيها واحد 40% ولا 50% هم المجتمع المدني، وهذا كيبين بجلاء انه المجتمع المدني اليوم ممكن يكون رافد تواصلي مهم. عندنا تقريبا اكثر من 360 جمعيه اللي كتعامل مع اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، اللي كنوفروا لها الدعم البيداغوجي، الدعم الديداكتيكي، التاطير المناسب الى غير ذلك، وكتكون بالنسبه لنا هي المخاطب الرئيسي تجاه المواطنين، لانه الرسائل اللي كيمكن نصيغها على المستوى المركزي يمكن
ولو أننا نوظفوا جميع وسائل التواصل اللي هي متعارف عليها من تلفازة من إعلام إلى غير ذلك، ولكن كيبقى التواصل المباشر كذلك ممكن الدور دياله. الجانب ديال التكوين نعتقد أنه ممكن يعني الدراسات العلمية تشير أنه تقريبا حينما يكون هناك تكوين، يعني التكوين اللي كيجي من بعد رخصة السياقة، إلا كان واحد التكوين اللي هو سليم كيراعي الخصوصيات ديال السائقين وكيراعي كذلك المستجدات اللي كيمكن اللي كيخص يطلع بها السائق المهني، فكيمكننا نخلقوا تقريبا واحد القيمة مضافة، نقصوا من عدد ديال حوادث السير اللي كيتورطوا فيها ما بين 16 إلى 35% بالنسبة للفئات الشابة، بالإضافة نستثمر كذلك كل روافد التواصل الممكن من فن من إبداع الجانب الديني إلى غير ذلك. نعتقد أنه بهذه المقاربة الشمولية ممكن أن نساهم في تطوير السلامة الطرقية في بلادنا. أعتقد بقت إضافة بسيطة لو سمحت السي عبد الرحمن، هو الجانب ديال الدراسات والبحث العلمي، هذه مسألة اللي هي مهمة ومهمة جدا. السلامة الطرقية واحد المجال علمي بامتياز، هي مهنة هي حرفة، وبالتالي لابد من ملامستها بطريقة علمية تأخذ بعين الاعتبار يعني الخصوصيات يعني والمرتكزات الثقافية والخصوصيات الاجتماعية لبلادنا. فهذا الإطار هذا عندنا واحد المجموعة ديال المنتوجات يعني من التطبيقات اللي غادي نوضعوها راه الإشارات سواء ديال يعني الإخوان الراشدين، ولكن كذلك بالنسبة للأطفال اللي غادي تكون يعني سهلة الولوج، ولكن يعني مصاغة بواحد الطريقة بيداغوجية اللي كتجعل أنه تكون أكثر يعني اجتذابا بالنسبة للأطفال وبالنسبة لعموم المواطنين. التأثير المرتقب ديال مثل هذه المقاربة، قلنا بأن المهنيين يمكن تيتسبوا في حوادث السير، لكن هم أيضا ملاحظين تيلاحظوا شنو تيوقع في الطرقات، شنو اللي تينقص لدى السائقين، يعني شنو هذه المقاربة يمكن تغير في سلوك السائقين على الطرق. واحد النقطة اللي ما تمش الإشارة إليها، يعني تكلمنا بزاف على الوزارة ديال التجهيز والنقل ولا تكلفنا، ولكن ما تكلمناش على مجالس المدن، ما تكلمناش على المجالس المنتخبة، يعني راه كيتحملوا واحد المسؤولية كبيرة داخل المدن. يعني إلا شفنا علامة التشوير كذلك الرصيف اللي ما محررش بالنسبه للراجلين، يعني هاد المسؤولين نسيناهم، يعني ما بقاوش نتجهوا للوزاره ولا للجنه ولا للمجتمع المدني، كاين الجماعات المحليه ايضا، كاين الناس مسؤولين خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم. يعني المدن الا كنشوفوا المدن جميع المدن ديال المغرب، يعني الرصيف محتل من طرف المقاهي من طرف المحلات التجاريه، علامه التشوير كتكون يعني محطوطه في شي اماكن اللي كتحجب فيها الرؤيه، كاين يعني الوسيله النقل الجديده اللي كاينه اللي بدات في الرباط واللي بدات في الدار البيضاء، يعني كاين اشكال كبير ديال علامه التشوير الترموي. ايه الترموي، يعني كنلقاو الاشاره الثلاثيه حدا علامه ثلاثه ولا اربعه ديال العلامات ديال التشوير، وحدهم واحد يعني شجره محطوطه كتزين هذاك المسار، يعني كاين واحد التضخم في الطريق. يعني المسؤوليه ماشي مسؤوليه ديال الوزاره، مسؤوليه ديال الجميع، خصوصا هنا اتكلم على المجال الحضري، لان عندنا عده ملاحظات على مجموعه من المدن، يعني فيها يعني كيخيف في علامه التشوير في الاماكن ديالها، ولا ما كتكونش محطوطه بالطريقه اللي خصها تحط بها. كزيد على ذلك كيف ما سبق يديك، يعني تحرير الرصيف وتحرير الملك العمومي باش يبقى واحد المجال هذاك يعني هذاك الراجل باش ياخذ هذاك المسار. تكلمنا على المؤسسات التعليميه يعني خص تكون فيها واحد الحمايه ديال السلامه الطرقيه بالجوانب ديال المؤسسات التعليميه. وحنا في هذا الصدد يعني لليوم وغدا ان شاء الله وبعد غد يعني قايمين بحمله على مستوى مدينه الدار البيضاء، وركزنا على المحاور ديال المؤسسات التعليميه. الاخوان راه ركزوا على يعني المحاور المؤسسه التعليميه، لان هذاك الخروج ديال التلاميذ ولا ديال الاطفال في واحد الوقت من الاوقات يعني كيكون واحد الخروج اللي ما كيكونش منظم. زيد على ذلك الظاهره اللي ولات في جميع المدن هو ديال مخفضات السرعه. يعني باش نكونوا واضحين، اي مسؤول ولا اي واحد كترشق ليه كيجي كيدير واحد الضوضان كيحبس ذاك الشارع وما كيعرفش بان ذاك الضوضان كتسبب في حوادث. كنخرج من الضوء الاحمر كنلقى ضوضان حدايا كنوقف كتسبب لي في حادثه. وكيف ما كعرف جميع بان يعني جميع المدن الكبرى نوعيه الحوادث السير كيكونوا دوك الميكروشوك، دوك الميكروشوك كيزيدوا يعرقلوا السير، وكتكون حادثه في ثلاثه الحوادث يعني في وقت واحد. يعني حتى الجماعات المحليه ومجالس المدن بالنسبه للمدن الكبرى خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، يعني القسم التقني خصو يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الباب هذا. سي حميد، نبغي نقول بان التحسيس والتوعيه هو محور من عدد من المحاور اللي كتعمل عليها الوزاره وجميع المؤسسات، لان غير باش ما نغلطوش المواطن او المشاهد الكريم بان التحسيس بوحده غادي يكفي. التحسيس يعني عنده واحد القدر من دور، نعم من الدور، ولكن لابد
ولهذا كنشوفوا كاين هناك برامج ديال المراقبه، برامج ديال التكوين، كاين البنيه التحتيه، الاعلام، التعليم السياقي، يعني جديد فحص التقني جديد، يعني كلهم كيصبوا، وهما الاكثر اللي كيصبوا في تحسين السلامه الطرقيه. التوعيه يعني كانت دائما عندها مخططات تواصل، وهي هي محور اساسي، ولكن محور بين واحد 10 ولا 12 محاور اللي خصنا نعملوا عليهم وبصفه مستمره وبصفه دائمه. الجديد هنا يعني خصنا نشدوا به، لانه مخططات التواصل كتقدم بحال شي حاجه ديال الموضه، لانه ايفيكتيفون كي قال المسائل الرقميه، المسائل الرقميه اليوم اصبحت من وسائل التحسين لغه العصر، خصنا نعملوها، ولا زعما ولا بقينا كنتعاملوا باللغات الاخرين. ولهذا كنظن في اللجنه الوطنيه الواقعيه محمد كان دائما كتجعل مخططات سنويه اولا ديال 3 سنوات وكتجددها، وهو التجديد اللي جات به الان لا في احسن صائق واحسن مقاوله، وهذو كلهم مسائل جداد. انا بغيت نقدر نديروا احسن يعني برنامج كتعمل عليه واحد اللجنه مدنيه، اللجنه ديال اللي كتهتم، جمعيه اللي كتهتم بالسلامه الطرقيه، وعاش من برنامج دارت هذا العام، ولكن على ارض الواقع ونشوفوا المدارس كنقولوا دابا التربيه راه عندها واحد يعني واحد الدور كبير في السلامه الطرقيه. المدرسه يعني ماشي لابد يكون تقرير يعني رسمي ديال الوزاره، باش يعني 5 دقائق يدخل المعلم ولا الاستاذ كيعطي واحد التحسيس، هذا تحسيس يعني السلامه الطرقيه، راكم خصكم تخرجوا. اذا كانوا الدراري صغار او لا كبار، يمكن لي نقول له في المثال الا مشيتي ب 100 في الساعه غدير 100 كيلومتر في الساعه، ولا مشيتي 110 غدير بحرا غتربح 3 دقائق ولا 4 دقائق، فهمت؟ ولكن ها هما الخطورات. التوعيه هي ملي كنوقفوا في المثال واحد، انا كيوقفك يعني شرطي او لا دراكي ولا هذا، كيقول لك صوبتي مخالفه عندك 300 درهم، لا ماشي 300 درهم، خصني نعطيه درس تما. وهنا كنوقعوا بزاف ديال البلدان، البلدان في الخارج كيوقف كيقول مسيو راه عرفتي لا كرافيتي، لا كرافيتي ديال حتى كتولي انت كتحشم وكتخلصها وتجهد وتقول ما نعاودش ندير هذا. هذا هو التحسين. اذا تقريبا انتهى وقت البرنامج، دقيقه كخلاصه ولا شي نقطه ما لا هو انا تنحيي السي مصطفى اللي جبد واحد الموضوع اللي هو بالفعل الاهميه بما كان، لانه واحد الجزء كبير من الحوادث يوقع داخل الحواضر، والمسؤوليه هي مشتركه بين جميع الفاعلين سواء كانوا منتخبين ولا مسؤولين اللي عندهم القرار. فاللي هو مهم هو ان حتى هذه المقاربه التشاركيه احنا في الوزاره الان مشينا فيها مع الجماعات المحليه فيما يتعلق بالمحطات الطرقيه اساسا، قبل ما نهضروا في المحطات الطرقيه، المحطات ديالنا الان الطرقيه هي كما تعلمون فيها واحد النوع ديال اللخبطه اللي لا تتصور، الفاعلين فيها شكون اللي تيدخل شكون اللي تيخرج، انتم تتعرفوا المحطات. فاذا حنا عندنا تصور على انه بالفعل المحطه الطرقيه اللي هي الان متنفس ديال المدن من حيث النقل، اللي هي العصب ديال النقل داخل المدينه، الان خصنا نجتهدوا باش نعطيو فيها حلول. فاذا هذا العمق ديال المقاربه التشاركيه بالنسبه لنا هو مهم جدا، التضافر ديال الجهود ديال الجميع هو مهم جدا، الشعار اللي ترفع في 2014 هو مهم جدا، بعد تتحدث بالفعل على انه التغيير ممكن باش الا غيرنا السلوك ديالنا. فاذا الا حسينا على انه حنا كفرد يمكن نكونوا ايجابيين في الطريقه ديال التعامل مع السلامه الطرقيه، فاكيد النفس الجمعي ديال 1+1 غادي يعطينا اكثر من 2، وهذا اللي تنبغيو على انه في مثل هذه الايام اننا نوصلوا له في النتيجه. سي شعبان. غير هو الاضافه لما قاله السيد الوزير، يعني هذه السنتين تقريبا يعني كانت واحد الحركيه، واحد النوعيه ديال يعني واحد التغيير ديال العقليه. وهنا اللي نرجعوا لواحد السنه تقريبا، يعني سنه قبل نهار ولا سنه ونهار، السنه الفريطه كنا 4000 قتيل مسؤوليتنا جميع كاملين، يعني كان شعار اللي واضح. وعلى ما اظن بان خلال هذه السنه الجميع تحمل المسؤوليه ديالو، المهنيين، المجتمع المدني، الادارات، يعني ولات واحد الحركيه ديال السلامه الطرقيه على طول السنه،
يعني اول سنه كلمسوا بان يعني التحسيس والتوعيه ما بقاش مرحلي، يعني ما بقاش في يعني في 18 وفي الايام المواليه له، ولكن كان على طول السنه. كانت هناك عمليات تحسيسيه في الصيف، كانت عمليات تحسيسيه موكبه الاعياد، يعني كان واحد التجاوب ديال السلامه الطرقيه على مدار السنه، وحنا لمسنا هذا الشيء، وهذا الشيء اللي عطانا الحمد لله هذا الانخفاض، واللي كنامنوا ان شاء الله بالمجهودات ديال الجميع. انا اؤكد بان المجهودات ديال الجميع باش نكون عندنا اقل عدد ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش ما ينعكسش على الاقتصاد ديالنا وينعكس على الناتج الداخلي الخام اللي احنا كنا مستهدفين منه، ولا حكومه ولا مجتمع مدني ولا مهني. انا اللي بغيت نقول هو انه فرنسا يعني هذه واحد العشرات السنين او اكثر كانت كتوصل 15000 قتيل في السنه، وبدات كتهبط يعني كل سنه الا وكتهبط الان يعني، وكل عام كنحاولوا نلقصوا الى وصلوا اقل من 4000 قتيل، وكيتضاربوا باش يوصلوا اقل من 3000. فلا بد يعني كنقول من الاحسن وخصنا، ولكن نديروا من موراها شنو هما لا لوجيستيك اللي غادي يمكننا وشنو هو التاطير ديالها. فدابا وصلنا الى 3700، علاش ما نقولوش مثلا في 2016 نكونوا قل من 3000؟ ولكن نديروا برامج ديال المراقبه، برامج ديال التوعيه، برامج ديال المقاوله، برامج ديال المؤطرين ديال المجتمع المدني، ونقولوا كل واحد خصو ينجو، كل واحد خصو يعمل باش يوصل، من اعلام ومقدرتنا، لان الحمد لله كاين هناك مكتسبات الان مقدرتنا باش نوصلوا لها. بغيت نزيد واحد الاشاره باش نستثمروا هذه البنيات التحتيه وهذه الشبكه الطرقيه والشبكه ديال الطرق السيار اللي الحمد لله بدات كتوفر عليها المغرب. فالمقاوله في الشاحنه والعربه كتقطع تقريبا في السنه 120 حتى 150 الف كيلومتر، فلكان وكنعرفوا بان طريق السيار يعني تقريبا عدد الحوادث ديالو كينخفض بكثير بالنسبه للطرق الاخرى، يعني تقريبا يعني 75% اقل، اربع المرات اقل. فلكان هناك تشجيع المقاولات والشاحنات والعربات باش يمكن لهم في اطار اثمنه يعني تشجيعيه ولا شي حاجه باش يمكن لهم يمشيوا لطريق السيار عوض الطرق الوطنيه. كنت هو عنده وقع نقطه. اذا الكلمه الاخيره لك السيد. فشكرا السي عبد الرحمن. فانا بغيت نقول بانه اولا هذا البرنامج صباح مكسب ديال اليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي من خلاله كنتواصلوا حول هذا الموضوع اللي هو مهم جدا بالنسبه لكل المغاربه. مساله ثانيه ربما كتسميل لما قاله السي مصطفى فيما يخص الجانب المتعلق بالبنيه التحتيه داخل المجال الحضري، فعلا هذا مساله اللي هي مهمه جدا، وفي هذا الاطار هذا لان ما كتكونش واحد التشوير اللي عنده مصداقيه واللي كتكون اختلالات ما كيمكنناش تكون عندنا يعني واحد السلوكات اللي هي مكتسبه اللي بواحد الشكل صحيح. في هذا الاطار هذا اللي اللجنه الوطنيه للوقايه من الحوادث السير مديريه النقل عبر الطرق والسلامه الطرقيه وكذلك مديريه الطرق ومديريه الجامعات المحليه، احنا حاليا دراسه بصدد انجاز واحد الدراسه من اجل اعداد واحد المجموعه الدلائل اللي فعلا كتعطي هذا باش نوصلوا لهذا يعني هذا الانسجام على مستوى التشوير على كل مستوى كل التراب ديال التراب الوطني في كل الحواضر ديالنا. مساله ثانيه هو انه المساله الاخرى المتعلقه بالمؤسسات التعليميه، فاللجنه الوطنيه للوقايه من الحوادث اعطت تعطي هذه السنه ان شاء الله واحد البرنامج طموح جدا لاول مره كيتعلق يعني بتجهيز واحد المجموعه ديال 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 الفضاءات اللي على شكل شخصات اللي غادي تلعب واحد جوج ديال الادوار. اولا غتمكننا احنا في اللجنه الوطنيه للوقايه من الحوادث سير وكذلك المجتمع المدني باش نتواصلوا مع التلاميذ يعني داخل المؤسسه التعليميه، ونتواصلوا كذلك مع السائقين يعني في الفضاء الطرقي، ولكن غادي تتمكن باش نوصلوا للهدف اللي تكلم عليه السي مصطفى اللي هو انها تكون حواجز اللي هي واقيه اللي كتاثر السلوكات ديال الاطفال امام المؤسسه التعليميه واللي كتجعلهم يعبروا الطريق من واحد الممرات اللي هي امنه، مع اضافه من طبيعه الحال بعض الاصلاحات اللي كيمكن توقع بالمحادات ديال المؤسسات التعليميه. المعطيات اعتقد وكما جاء في التدخل ديال السي حميد انه حوادث سير بلادنا والتطورات اللي حصلت والنتائج اللي توصلنا لها كتبين بانه حوادث سير ليست مساله حتميه، ممكن التغيير وممكن التاثير وممكن يعني نحققوا يعني مؤشرات اللي هي جد ايجابيه. واعتقد انه الشعار ديال هذه السنه مهم ومهم جدا كما قال السيد الوزير، بفضل سلوكنا التغيير ممكن. اذا شكرا لكم، نتمنى ان يحتفظ الجميع بهذا الشعار. شكرا لكم الضيوف الكرام، الحضور الكريم، مشاهدينا الكرام على وفائكم لهذا الموعد. الى اللقاء الاسبوع القادم بحول الله.